بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله احنا موعدنا مع محاضرة جديدة من محاضرات السي ام اي. احنا إن شاء الله النهاردة هنكمل موضوعنا عن الكوستنج، وهنتكلم في توبيك 2 اللي هو الكوستنج سيستم. الأول بس ناخد فكرة عن المحاضرة اللي فاتت، النقط اللي اتكلمنا فيها في الكوستنج. احنا اتكلمنا عن الريليفنت رينج، واتكلمنا عن سلوك التكلفة في خلال الريليفنت رينج، سواء كان في variable، سواء كان fixed cost، سواء كان step costing. step costing قلنا ان step عندي في اما انه يكون step variable او step fixed، ان هو بيبتدي يعمل قفزات بشكل متغير، التكلفة بتتغير بشكل ثابت او بتتغير بشكل متغير. واتكلمنا عن الكاباسيتي، سواء كان الثيوريتيكال كاباسيتي او البراكتيكال كاباسيتي، اللي هي بتعتمد على حجم الانتاج. ولو هي بتعتمد على حجم طلب السوق، فانا عندي اثنين من نوعين في الكاباسيتي، اللي هما النورمال كاباسيتي يوتيلايزيشن، والنوع الثاني اللي هو ماستر بادجت كاباسيتي يوتيلايزيشن. ده بالنسبه للكاباسيتي. والكلام عن الكوست درايفر، سواء كان فوليوم كوست درايفرز او فوليوم بيزد او اكتيفيتي بيزد. وكان عندي برضو نوعين تانيين، اللي هو الاستراكشر كوست بيزد والاكزيكيوشنال كوست بيزد. اللي هو سواء كان الاستراكشر بيتكلم عن الايه، مقاييس او مسببات التكلفه الهيكليه تتعلق بهيكله الشركه، وكان منها السكيل حجم الشركه والاكسبيرينس ليفل والتكنولوجي والكومبلكسيتي. وبالنسبه للاكزيكيوشنال اللي هي اتكلمنا عليها، التنفيذيه الخاصه بالقرارات التنفيذيه للشركه ومسببات التكلفه فيها، اللي هي سواء كان الورك فورس انفولفمنت، البرودكشن بروسيس ديزاين، او السبلاير ريليشن شيبس. واتكلمنا عن الاكتوال والنورمال والستاندرد كوستنج. وطبعا خدنا فكره عن الابسوربشن والفاريبل كوستنج، اللي كان قلنا الفرق فيها هي الفيكسد مانوفاكتشرنج اوفر هيد. الفيكسد مانوفاكتشرنج اوفر هيد في الابسوربشن كوستنج تدخل في تكلفه المنتج، اما بالنسبه للفاريبل overhead system بتدخل في تكلفة الفترة، بتدخل في تكلفة الفترة. اتكلمنا عن النقط دي كلها المحاضرة اللي فاتت. اتكلمنا عن الجوينت برودكت والباي برودكت كوستنج، اللي هي المنتجات المشتركة اللي بتشترك في التكلفة، وعرفنا ازاي ان احنا نقدر نفصل التكلفة بتاعتها ونحدد تكلفة كل عنصر من العناصر دي، تمام. وكمان حتى المعالجة المحاسبية الخاصة ب الباي برودكتس والاي جوينت برودكت كوستنج. النهارده ان شاء الله احنا هندخل في توبيك 2 اللي هو بيتكلم عن الكوستنج سيستمز، اللي هي انظمه التكاليف. طبيعه الحال ان النهارده طبعا الكوستنج سيستم بتتكلم في التكاليف اللي هي الايه بقى، اللي هي الاوفر هيد. يعني بتتكلم في عمليه انظمه كيفيه حساب او كيفيه تجميع الاوفر هيد كوستنج الخاصة بالكيان بتاعنا، سواء كان شركة أو منظمة أو مصنع، تمام. غالبا بتبقى شركات صناعية، يعني لأن الكوستنج معظمه بيبقى خاص بالشركات الصناعية. فالكوستنج سيستمز ار يوز تو اكوموديت كوستس اند اساين ذيم تو ا بارتيكولار كوست اوبجكت ساتش از برودكت. بتجمع التكاليف وبعدين بتوزعهم في النهاية خالص. أنا في النهاية تكلفتي رايحة فين؟ رايحة على برودكت أور سيرفيس. انا بجمع التكاليف لان في النهايه هتسمع معايا او هحطها كعنصر تكلفه خاصه بالايه، بالمنتج او الخدمه بتاعتنا. كوستنج سيستمز اند كوست اند ذا كوست داتا زي كونتين بروفايد استراتيجيك فاليو باي هيلبينج بزنس مانج كوستس اند برايس ذير برودكتس اند سيرفيس ابروبريت. المهم جدا ان احنا النهارده عشان خاطر اما نيجي نعمل تكلفه للمنتج بتاعنا، أنا التسعير بتاعي، قرارات الاستراتيجية الخاصة بالشركة بتعتمد بشكل كبير على سعر المنتج وتكلفته، مش على سعر المنتج وتكلفته. لو أنا النهاردة مش عامل كوستنج سيستم بشكل كويس، فأنا مش هقدر أحدد تكلفة المنتج أو الخدمة بشكل appropriately، بشكل مناسب وبشكل صحيح، وبالتالي قراراتي هتبقى معظمها خاطئة. فأنا مهم جدا إن أنا أستخدم نظام في تجميع وتوزيع التكاليف الخاصة بالشركة، يكون نظام يحقق لي في النهاية الهدف اللي إحنا بنسعى من أجله، اللي هو تحديد التكلفة المناسبة للإيه؟ او الصحيحه للمنتج او الخدمه، عشان بعد كده قرارات التسعير بتاعتي مبنيه على هذه الايه، التكلفه. طيب انا الكوست فلو، او ناخد كده الكوست فلو ان مانوفاكشرنج اورجانيزيشن، ازاي بتمشي التسلسل التكلفه في اي شركه صناعيه؟
اول حاجه عندي احنا قلنا ان انا عندي مصاريف في الاول خالص بصرفها حاجه من ثلاث حاجات، اما ان انا بجيب مواد خام دايركت ماتيريال او بجيب عماله بتشتغل او ما عندي مانوفاكتشرنج اوفر هيد اللي هي اعباء المصنع سواء كان ميه كهرباء صيانه وما الى ذلك. كل الحاجات دي يبقى انا عندي مصاريف. اي كائن في الدنيا عنده ثلاث مصاريف دول، الدي ام الدي ال والايه والاوفر هيد. طيب الثلاث مصاريف دولت جمعناهم كده خلال العمل والانتاج شغال بيدخلوا بيكونوا معايا ايه؟ طول ما انا شغال انا بصرف في المصاريف دي، ما عنديش منتج تاني، انا لسه ما بقاش عندي منتج تاني. طب في الفاصل ما بين انك بتكون جايب مواد خام وعماله والمصنع شغال لحد ما المنتج بيكون تاني، التكلفه تروح فين؟ قال لي بنجمعها في حساب اسمه حساب الوركن بروسيس اللي هو اعمال تحت التشغيل او اعمال تحت الايه التنفيذ. تمام، يبقى انا عندي نوات او مخزون تحت الايه التشغيل، يعني الوركن بروسيس انفنتوري اللي هو مخزون تحت التشغيل او اعمال تحت التشغيل. وتبقى اعمال تحت التشغيل ممكن تبقى في شركات زي شركات مقاولات الكونستراكشن. طيب جمعنا التكلفه في الوركن بروسيس، بعد كده بقى تحول جزء من الوركن بروسيس الى منتج تام، فاصبح عندي منتجات تامه الايه الصنع. ساعتها تدخل في مرحله الايه تبقى من الوركن بروسيس الى الفينيشد جودز ايه انفنتوري. اخر مرحله عندي ان انا ببيع المنتجات التامه، فيبقى بخش بتدخل عندي الى حساب الكوست اوف جود سولد، وساعتها تدخل في الايه في الانكم ستيتمنت. تدخل في الانكم ستيتمنت هي يبقى هي النهارده اول حاجه دي ام دي ال اوفر هيد. التلات عناصر دول تتحولوا مع بعض لما في خلال فتره العمل يدخلوا يعملوا حاجه اسمها الوركن بروسيس. الوركن بروسيس لما يبقى منتج تام يبقى الفينيشد جودز انفنتوري. لما الفينيشد جودز انفنتوري يتباع يبقى تدخل معايا في الكوست اوف جود ايه سولد وتدخل في قائمه الدخل. طيب انا عندي النوعين الاولانيين دول دي ام ودي ال بنسميهم برايم كوست. برايم كوست اللي هي الايه التكلفه الاوليه. النوعين التانيين بنسميهم، نركز بس في المسميات دول عشان هنستخدمهم او هنستخدم المسمى التاني بشكل كتير في الفتره الجايه في المحاضره. في المحاضره دي ان شاء الله هنستخدمهم بتعصب. طيب يبقى انا عندي الاثنين الدي ام والدي ال مع بعض هنسميهم البرايم كوست. التكلفه الاوليه، اي تكلفه اي منتج في الدنيا الاوليه اللي هنبدا بها المنتج لازم تكون مواد خام وعماله. ما فيش منتج هيبدأ فيه التصنيع بدون مواد خام، وما فيش منتج هيتم تصنيعه بدون وجود ايه عامل بيشتغل على انتاج. تمام، يبقى ده انا عندي اول نوعين نسميهم مواد خام وعمال. طيب برايم كوست. طيب ولما ناخد الثاني والثالث بنسميها حاجه اسمها كونفرجن كوست. كونفرجن كوست تكلفه تحويل، تكلفه تحويل المنتج من مواد خام اهو من ماده خام الى وتفر بقى هياخد بعد كده مراحل بعد كده اللي هي الوركن بروسيس او الفينيشد جودز بنسميها الكونفرجن كوست. يبقى انا عندي النوعين الاولانيين اسمهم برايم كوست الدي ام والدي ال، بعد كده الدي ال والمانوفاكشرنج اوفر هيد مع بعض بيبقوا كونفرجن كوست، مسؤولين معناها كده مسؤولين عن تحويل الدي ام دايركت ماتيريال الى منتج تام. خلاص واضح تمام. طيب ننتقل بعد كده عندي نوعين من الكوستنج سيستمز اللي بنجمع فيهم الايه التكاليف اللي هي الاوفر هيد. احنا عشان نكون واضحين مع بعض احنا بنتكلم في المنتج في هذا التوبيك عن تجميع الاوفر هيد كوستنج وتوزيعها على الايه على المنتج او الخدمه خلال ايه في نهايه بعد ما يصبحوا منتج تام. كومبانيز تيبيكالي ادوبت وان اوف تو بيزك تايبس اوف كوستنج سيستمز وين ذي نيد تو اساين كوست تو اي برودكت اور سيرفيس. ماشي، اللي هم ايه عند الجوب اوردر كوستنج وبنسميها الجوب كوستنج، والنوع الثاني اسمه بروسيس كوستنج. من الاسم كده واضح ان انا في الجوب اوردر كوستنج انا بجمع التكاليف كلها في جوب واحد، عندي جوب واحده كده اقدر عندي قدره في الشركه ان انا افصل التكاليف بتاعتها واقدر احددها، اقدر ان انا اقول يعني اقدر احدد مسار التكلفه انها راح تخص هذه الايه هذه الوظيفه او هذا الايه المشروع او هذا المنتج او هذا الايه المنتج. فساعتها نستخدم الجوب اوردر كوستنج، يعني انا عندي نظام عندي السيستم بتاع الشركه سوفيستيكيتد متطور بشكل كبير جدا، بقدر احط اوزع التكاليف بتاعتي على المنتجات او على الجوبز اللي في الشركه شغاله فيهم، وده غالبا يكون في شركات زي شركات الكونستراكشن مقاولات
كونستراكشن. ليه؟ هي بتمسك مشروع، عندها مشروع واحد اتنين تلاتة، فبتقدر توزع التكاليف دي خاصة بمشروع A، التكاليف دي خاصة بمشروع B، التكاليف دي خاصة بمشروع C، فعندها قدرة على توزيع تحديد ايه التكلفة. أحيانا يكون عندي بعض التكاليف المشتركة، اللي هي حد مثلا مهندس مشرف على المشاريع، مشرف أو مدير المشاريع مثلا، يبقى عنده ثلاثة أربع مشاريع بيشرف عليهم، ساعتها ده بيتوزع بطريقة ما على حسب برضو ساعات العمل بتاعته او ما الى ذلك. لكن التكاليف المباشره على الجوب اوردر كوست بتروح على الجوب اوردر ايه، بتروح على الجوب ده، يعني الجوب ايه تكاليفه المباشره تروح على الجوب ايه، جوب بي تكاليفه المباشره تروح على الجوب بي، وهكذا. تمام. فبيقول لي جوب اوردر كوست از يوزد وين ذا برودكت اور سيرفيس هاز كوستس that can be and often need to be tracked and assigned to specific job or service. يعني ايه في تكاليف احنا قادرين هو لازم يتم توزيعها على الجوب كوستنج الجوب ده، واحنا نقدر يعني مش بس لازم، احنا نقدر نعمل ده، يعني هو الضروره الحتميه تتطلب ان تتوزع التكلفه على الجوب بالاضافه الى القدره على هذه الايه العمليه. assign costs to a specific job اللي هي distinct unit batch or a lot product or service. انت بتقدر لازم تكون توزع التكاليف دي على الايه الوظيفه المحدده بتاعتنا. job costing with a job sheet or equivalent software to track specific items. job costing compute unit cost by job at the end of a of the job. يبقى توزع التكاليف على وظيفه او عنصر انتاج واحد، وفي النهايه بتقول لك التكاليف بتاعتي لما يتم المنتج بتاعي. برضه ما ننساش ان انا عندي نفس التسلسل بتاعي، ان في برضه في عندي بدايه دي ام دي ال اوفر هيد، بتحول بعد كده للورك ان بروسيس، بعد كده فينيشد جزء، بعد كده كوست عفوا بعد كده كوست اوف جود ايه سول سي او جي اس. خلاص. طيب البروسيس كوستنج من واضح من الاسم كده بروسيس، يعني عندي عمليه تدخل في عمل اكتر من مش وظيفه واحده، يعني خلينا نقول انها مش منتج واحد ولا وظيفه واحده ولا عنصر تكلفه واحد، لا انا عندي عناصر كتير جدا في منتجات كتير جدا، وبتدخل عندي بروسيس يعني العمليه، تكلفه العمليه ان ممكن تكون هنا بتدخل اكتر من مرحله انتاجيه، وبتديني فرصه البروسيس كوست ان احنا نوزع التكلفه عن طريق الايه العمليه او الديبارتمنت، ان انا كل عنصر كل ديبارتمنت او كل مرحله المنتج يدخل فيها نقدر نجيب تكلفه هذه الايه المرحله او تكلفه الايه الاداره اللي بيكون يتوقف عندها الايه المنتج. يبقى انا عندي هنا في البروسيس كوستنج المنتج ممكن بيدخل في اكتر من مرحله انتاجيه، انا عندي هوميجينيوس عدد كبير جدا من المنتجات المتماثله بشكل او يعني تكون او اقرب الى التماثل، بتشترك جميعها في نفس عناصر التكلفه، وبالتالي بنستخدم معاها بروسيس ايه كوستنج. بروسيس كوستنج از يوزد فور مالتيبل نيرلي ايدنتيكال يونتس ذات كان بي اورجنايزد انتو افلو. في تدفق عندي حاصل في المنتجات في التكاليف في حركه هذه المنتجات في المنشاه او في المصنع، وبالتالي بدخلها البروسيس كوستنج. اكوميديت برودكت اور سيرفيسز كوستس باي بروسيس اور ديبارتمنت اند ذن اساين ذيم تو ا لارج نمبر اوف نيرلي ايدنتيكال برودكتس باي ديفايدنج ذا توتال كوستس اوف باي ذا توتال نمبر اوف يونتس. انا عندي وليكن المنتج بتاعي 10000 وحده، انا بقسم التكاليف بتاعتي على 10000 عشان اجيب تكلفه الايه الواحده. بروسيس كوستنج يوزز ا برودكشن كوست ريبورت. خلي بالنا هنا انها بتستخدم جوب شيت، في النسبه للجوب اوردر بتستخدم حاجه اسمها الجوب شيت، تقعد تجمع التكلفه الخاصه بالجوب بالنسبه للجوب اوردر كوستنج. انما بالبروسيس كوستنج بتستخدم حاجه اسمها برودكشن كوست ريبورت، كل مرحله انتاجيه لها برودكشن كوست ريبورت، تقرير تكلفه انتاجيه خاص بهذه المرحله، بيجمع التكاليف بتاعه المرحله بشكل كامل. يونت كوستس ار كومبيوتد ات ذا اند اوف ذا اكاونتنج بيريد افتر توتال ديبارتمنت كوستس ار افيلابل. يبقى هنا انا عندي هنا بالنسبه للبروسيس كوستنج نقطه كمان هنا معلومه نضيفها، ان انا في البروسيس كوستنج انا كل مرحله عندي فيها ايه لازم في نهايه الفتره المحاسبيه اجيب الايه احدد تكاليفه المرحله او تكلفه الديبارتمنت، كل التكاليف اجمعها واحدد التكلفه بتاعتي خلال ايه المرحله، حتى لو هي ورك ان بروسيس، يعني حتى لو المنتج بتاعي لسه ما اصبحش تم الصنع بحدده في الايه في نهايه السنه الماليه، في نهايه الفاينانشال بيريود او الاكونتنج بيريود. الجوب اوردر كوستنج انا ما اقدرش اقول لك ان تكلفه المنتج التام او المنتج النهائي
كام الا بعد ما المشروب اوردر يتم. طب بالنسبه للبروسيس كوستنج، قال لي ربما خلال مش معه انت شغال بالبروسيس، ففي بعض المنتجات هتكون تمت الصنع في نهايه السنه طبيعه الحال. ان انت النهارده انت بتنتج مثلا بتدخل 100,000 وحده في العمليه الانتاجيه هتبدا بيهم في الدي ام ودي ال وتجمع التكاليف، وبعدين في نهايه الفتره المحاسبيه اكيد في بعض المنتجات بقت تمت الصنع وبعضها لسه ورك ان بروسيس، فاحنا بنجيب تكلفه الورك التام الصنع في نهايه السنه والورك ان بروسيس كذلك. اما بالنسبه لشوب اوردر كوستنج، انا عندي المنتج نفسه النهائي ما اقدرش احدد تكلفته الا بعد ما ايه، الا بعد ما تنتهي الجوب اوردر دي، لان هي في النهايه زي ما قلنا مثلا انت بتبني مبنى تجاري، فالمبنى التجاري ده مش هنقدر نحدد تكلفته الا بعد ما يكون جاهز تام. لكن انا في خلال الفترات المحاسبيه اقدر اقول انا تكاليفي على المبنى التجاري كذا، انا صرفت لحد دلوقتي 100,000، انا صرفت لحد دلوقتي 200,000، لكن هل دي هي تكلفه؟ لا. اما البروسيس كوستنج في نهايه الفتره المحاسبيه بيطلع بعض المنتجات اصبحت تمت الصنع ودي تكلفتها النهائيه، ولسه في بعض المنتجات تحت الايه؟ اندر بروسيسنج او ورك ان بروسيس. تمام؟ طيب. لو حبينا نتكلم على جوب اوردر كوستنج باستفاضه، فقال البيزك ستيبس ان يوزنج جوب كوستنج تو اساين كوستس تو جوب ار، اول حاجه ايه؟ ايدنتيفاي ذا جوب. يبقى انت اول مرحله عندك في الجوب اوردر كوستنج انك تحدد التكلفه بتاعتك، تحددها ايدنتيفاي ذا جوب. typically with a unique code or hierarchical a reference including a date. اول تحدد لي التكلفه، تقول انا عندي التكلفه الفلانيه في المكان الفلاني بدايه العمل فيها يوم كذا، اديها رقم عم رقم ايه جوب. تمام. trace the direct costs for the job. دايركت ماتيريال دي سهله ما فيهاش اي مشاكل خالص، انت عندك في دايركت ماتيريال جايبها قد كذا، في دايركت ليبر شغاله في المصنع دي ما فيهاش اي مشاكل. المشكله كلها في تجميع الايه الاوفر هيد بتاعنا، الاوفر هيد اللي هي الاعباء. ايدنتيفاي اندايركت كوست بولز اسوشيتد وذ ذا جوب. النهارده بتقول لي بقى ايه؟ ايه هي مجمعات التكلفه اللي هي الاعباء الخاصه بالوظيفه دي؟ بتعمل لها بتحددها لي عشان بعد كده نوزع الاعباء دي على الايه؟ على الجوب بتاعنا او اكتر من جوب. سيلكت ذا كوست الوكيشن بيز كوست درايفر، سواء كان بقى فوليوم اور اكتيفيتي بيزد كوست درايفرز تو بي يوز ان الوكيتنج اندايركت كوست بولز تو ذا جوب. calculate the rate per unit for each cost allocation بس. النهارده انت مجمع التكاليف عندك مثلا ايه في بعض البولز عدد ساعات الالات، فانت عندك في ساعات الالات بتاعت العمل بتاع الشركه كلها 100,000، والكوست بتاع الخاص الكوست بول بتاعك اللي هو متعلق بساعات تشغيل الالات 1,000,000، يبقى انت الريت بتاعنا 1,000,000 على 10,000 على 100,000، يبقى دي 10 بالنسبه للايه لساعه تشغيل الاله. نشوف بقى كل جوب عندنا استفادت من تشغيل الاله بقد ايه ونوزع بناء على هذا الايه على هذا الريت. يبقى انا الاول بحدد الجوب اوردر، اعمل ايدنتيفاي، بعدين بعد الايدنتيفاي بعمل تريس للدايركت كوست بتاعتها، بعدين عندي حاجه اسمها الايه الاندايركت كوست بولز بحددها، بعدين بحدد الكوست درايفر بتاعي يعني العناصر بتاعتنا التكاليف بتاعتنا اللي احنا مجمعينها مجمعات التكلفه حددناها، بعدين بحدد الكوست درايفر اللي هو مسبب التكلفه اللي بناء عليها ابدا اوزع الكوست بولز دي، وبعدين بحدد الريت بتاع الكوست الكوست اللوكيشن بيز بتاعنا اللي هي بنقول بنجيبه ازاي اللي هو الكالكوليت ذا ريت اوف بير يونت دي اللي هو البادجيتد فاكتور اوفر هيد كوست بول الكوست او الكوست بول على الاستيميتد كوست درايفر اكتيفيتي ايه ليفل. تمام. واخر مرحله اساين كوستس تو ذا كوست اوبجكت باي ادينج اول دايركت اند اندايركت كوست، بنجمع كل التكاليف المباشره والغير مباشره، وبعد كده يبقى دي تكلفه الايه الجوب اوردر بتاعنا او الجوب كوست. طيب جوب اوردر كوست كان بروفايد فيري ديتيلد ريزلت اوف ا سبيسيفيك جوب اور اوبريشن سو ات از ايديال فور سبيسيفيك جوبس. بتديني النهارده الجوب اوردر كوست تقدر تديني تفاصيل كامله عن تكاليف المشروع. انت النهارده عامل جوب اوردر شيت زي ما احنا قلنا في باين في التكاليف بتاعتك وتفاصيل التكاليف اللي حصلت على هذه الجوب. فور لارج بروسيسز جوب اوردر كوستنج از ليس فاليبل بيكوز ات از امبراكتيكال تو اساين انديفيدوال كوستس تو ماس برودوسد ايتيمز اون ا ديلي بيزس. احنا قلنا ان انا لما اجي اتكلم في لارج بروسيسز عمليات كبيره منتجات كتيره
اكتر من عمليه او مرحله انتاجيه ما ينفعش استخدم الجوب اوردر كوستنج، لان انا النهارده عندي منتجات كتير جدا، في بعضها بيكون تام الصنع، في بعضها بيكون ورك ان بروسيس، في بعضها بيدخل مرحله وبعد كده ادخل مرحله ثانيه، وبالتالي لو هستخدم الجوب اوردر كوستنج يبقى امبراكتيكال، يبقى حاجه غير عمليه، حاجه غير يعني تبقى صعبه جدا احنا ايه نستخدم. طيب ساعتها هنستخدم البروسيس كوستنج. جوب اوردر كوستنج كان اكوموديت مالتيبل كوست سيستم such as actual normal and standard costing so it's flexible enough to used by a wide variety of companies. احنا طبعا قلنا الاكتوال بالنسبه للكوستنج ميثودز، انا عندي الاكتوال اللي هو بيستخدم التكاليف تمت التكاليف النهائيه الحقيقيه بعد نهايه الفتره الماليه. النورمال هي ان انا بستخدم بالنسبه للدايركت ماتيريال ودايركت ليبر بستخدم الايه الاكتوال كوستنج. بالنسبه للاوفر هيد عندي بعمل بريديترمايند ريت او بستخدم الستاندرد كوستنج. الستاندرد كوستنج بستخدم التلات عناصر بيكونوا ايه بادجيتد، بيكونوا من الاول كده بتنبأ بالدي ام، بتنبأ بالدي ال، بتنبأ بالاوفر هيد بتاعنا وابدا استخدمه. طبعا الستاندرد كوستنج هنا بيستخدم في عمليه البادجت، في البادجت انت بتعمل بادجت نستخدم الستاندرد كوستنج، لكن النورمال كوستنج بنستخدمها في عناصر التكاليف بتاعتنا واحنا شغالين، بنستخدم الايه المناسب بتاعنا النورمال كوست. هو اللي ده النهارده انت عندك فعلي بالنسبه للمواد الخام والعماله، وبالنسبه للاوفر هيد بستخدم بري ديترمايند او بروجيتد ايه ريت. تمام. جوب اوردر كوستنج كان هاف استراتيجيك فاليو فور ا بزنس بيكوز ات جيفز ا ديتيلد بريك داون اوف اول ديفرنت ايه تايبس اوف كوست. تمام. The gross margin and the gross profit margin can be used to compare the company's profitability across different jobs. تقدر النهارده طبعا اتكلمنا عنها في الريسبونسابيلتي سنتر تستخدم الجروس مارجن او الجروس او البروفيت مارجن او الكونتريبيوشن مارجن عشان تقدر تحدد كل عنصر من عناصر التكاليف او كل جوب عندك في المصنع هل هي بتوفي الغرض بتاعها في بروفيتابيلتي ولا ما فيش. تقدر تاخد قرار لو انت عندك انبروفيتابل جوب اوردرز ساعتها توقفها ان انت توقفها او تحاول ان انت تخلصها باقل الايه خسائر في التكليف الايه الممكنه. تمام. For jobs that didn't poorly that did poorly the company can analyze whether the cost overruns were from direct labor direct material or one of the indirect cost. لو انت عندك في بعض الجوب اوردرز ما بتنتجش او ما بتحققش الربحيه اللي احنا ان انت محتاجها تحدد، تقدر تحلل نتيجه ان احنا قلنا ان انت عندك جوب اوردر شيت اللي هو فيه تفاصيل كامله ديتيلز كوستنج، عندك فيه تفاصيل كامله وشامله وافيه عن التكاليف الخاصه بالمشروع ده او الجوب دي، فتقدر تحدد سبب الايه البورنج في البرفورمانس اللي حاصل ده سببه ايه. هل سببه في تكاليف عندك في الدي ام زياده، في انت في عماله زايده على المشروع، ولا انت في محدد الاوفر هيد بولز بتاعه الجوب دي بشكل خاطئ. فتقدر نقدر نحلل ونحدد اسباب هذه الايه الاوفر كوست اوفر رانز، او انك تاخد قرار بانك توقف الجوب دي. يعني لو انت خلاص شايف ان انت هي الجوب دي احتياجاتها من المواد الخام والعماله والاوفر هيد، ومع ذلك هي مش مدياك ربحيه، فبالتالي ممكن انت ايه خلاص تقرر انك تنسحب، او زي ما قلنا نحاول بقى نخفض التكاليف باقل قدر ممكن بحيث ان احنا نخلص الايه الجوب دي باقل الخسائر الايه الممكن. نشوف مثال بقى على الكلام ده. بيقول لي ABC firm that manufactures yachts it uses actual cost. يبقى هي بتستخدم الاكتوال كوستنج، معنى كده انها تنتظر لنهايه السنه عشان خاطر تعرف تكاليفها بالكامل سواء كان دي ام دي ال او اوفر هيد. النمبر الايدنتيفايد او اول مرحله اهوت ان عرفته برقم كام 123. الدايركت كوست انت بتحمل التريس دايركت كوست سواء كان دايركت ماتيريال او دايركت ليبر، فقال لي 40,000 دي ام و 60,000 دي ال، بعدين ابدا اعمل الكوست بولز بتاعي. فقال لي ذا توتال انوال اندايركت كوست فور اول بروجكت 60,000 فور ذا فيرست بول اند 120,000 فور ذا سكند بول. يبقى دي رابع ثالث نقطه. يبقى احنا حددنا الايدنتيفايد فور جوب نمبر وحددنا الدايركت ليس دايركت كوست سواء كان دايركت ميديا دايركت ليبر. قال لي بعد كده في عندي الكوست بولز بتاعتي اللي هي الاندايركت بتاعتي بحددها الاول، بحدد عندي في 60,000 فيرست بول و 120,000 في سكند بول، بشوف بقى الكوست درايفر بالنسبه للبولز. فقال لي هنا هو ذا فيرست بول از ميجرد ان ماشين اورز، يبقى الماشين اور بتاعت الفيرست بول 20 ساعه تشغيل الات 20,000 ساعه، والسكند بول كام؟
الدايركت ليبر 30,000 الاور بروجكت ان ذا ايه فور ذا انتاير يير. يبقى كده انا عندي حددت البولز وحددت وحددت الكوست درايفر. احدد الريت, الريت بتاعنا هيبقى التوتال كوست ان ذا بول او التوتال كوست اوف اوفر هيد ديفايدد باي ذا اماونت او توتال كوانتيتي اوف كوست ايه درايفرز. فيبقى انا عندي هنا اهوت قبل ما ندخل على المرحله دي, هو حدد لي قال لي من ضمن الليبر اور المشين اور احنا استخدمنا في الفيرست في الجوب 123,000 مشين اور, واستخدمنا في نفس الجوب 123 3000 ساعه دي ال دايركت ليبر. تمام. طيب نحدد الريت بتاعنا. اول حاجه الريت هنقول بالنسبه للفيرست بول هيبقى عندي 60,000 اللي هي عباره عن الكوست التوتال كوست اوف اندايركت كوست فور فيرست بول ديفايدد باي ال 20,000 ساعه ايه ديفايدد باي ال 20,000 ماشين اور. يبقى انا عندي الريت في الفيرست بول 3 دولار بير ايه 3 دولار بير ماشين اور. بالنسبه لي السكند بول هيبقى عندي 12,120,000 فور ذا توتال كوست اوف ذا سكند بول اللي هي اللي هو بيتم قياسه او بيتم الكوز درايفر بتاع الدايركت ليبر اور 120,000 ديفايدد باي 30,000 ماشين اورز. يبقى 4 دولار فور دايركت ليبر اورز. تمام. اساين ان دايركت كوست, انا عندي الفيرست بول استخدم 2000 ساعه, يبقى هقول 4 3 في 4 في 2000 ب 6000 6000 دولار في الفيرست بول هتروح على الجوب نمبر 123, والسكند بول دايركت ليبر اور 3000 ساعة يبقى 4 في 3000 عبارة عن 12,000 دولار فور سكند ايه بول. تمام. طيب يبقى انا كده عندي كل التكاليف الخاصة. بعد كده قلنا بنعمل ايه, بنجمع التكاليف الثابتة الدايركت والاندايركت كوست بنجمعهم مع بعض ونجيب تكلفة الايه المنتج او تكلفة الايه الجوب بتاعنا. فالدايركت كوست عندي 40,000 اهو, والدايركت ليبر عندي الدايركت الماتيريال عندي 40,000 والدايركت ليبر عندي 60,000, الاندايركت كوستس عندي 3000 2000 ماشين اور اهوت في 3 ب 6000 جبناها, والدايركت ليبر في السكند بول 3000 في 4 ب 12000. يبقى انا عندي توتال اندايركت كوست 18,000 والمانوفاكتشرنج كله 118,000. لو انا النهارده بعت ب 140 هطرح ال 118, يبقى انا عندي جروس بروفيت مارجن 22,000. احنا قلنا النهارده لو انا عندي خلل في اي عنصر من عناصر دي الدي ام الدي ال الماشين اور او البولز الخاصه بالاندايركت كوست او كان ماشين اور او دايركت ليبرز, بحدد المشاكل اللي جايه عندي في البولز بتاعتنا ونبدا نعالج ونشوف الخلل جاي منين. لو في خلل غير قابل للاصلاح فساعتها انا بستبعد الجوب دي. او طبعا احنا هنا بنتكلم على الايه دي اكتوال دي كده اكتوال, لكن ممكن احنا نعملها كبريديترمايند ونشوف برضو الدنيا تبقى ماشيه ازاي. طيب كده احنا خلصنا الجوب كوستنج. بعد كده عندي في نفس الموضوع في عندي حاجه اسمها سبويلج ريورك اند سكراب ان جوب كوستنج. سبويلج يعني التلف, الحاجه التالفه, البضاعه اللي ممكن تكون تالفه معانا و خلال فترة التشغيل. الريورك بعض المنتجات اللي بتحتاج عملية إعادة تشغيل, بتعمل إعادة تشغيل عشان ترجع نقدر قابلة للبيع أو نقدر نستخدمها. والسكراب اللي هي الحاجة عديمة القيمة, هي المنتجات الهلكة أو يعني الهوالك اللي خرجت من عملية الإنتاج وديت ملهاش أي قيمة اقتصادية. فبيقول companies wants to reduce the amount of spoilage, rework and scrap they produce in order to maximize the value of their raw material. انت النهارده مدخل مواد خام فمحتاج تطلع منها باكبر قدر ممكن من الايه من الكفاءه او من الايه من الفعاليه بتاعتك, وتستفيد من المواد الخام اللي خرجت دي وتحقق من وراها اكبر ايه ربحيه ممكنه. فانت محتاج تقلل spoilage وتقلل rework وتقلل scrap. لو اتكلمنا عن spoilage, spoilage is any material or good that is considered unacceptable and discarded or sold by for its disposal if value. يبقى هي اي مواد خام او بضاعه تمت الصنع بتعتبر غير مقبوله من ناحيه الايه من ناحيه المستوى اللي احنا محددينه ك يعني عندي دايما كده في ليفل
بنقول ان ده ايه مستوى القبول خاص بالسلعه او بالمواد الخام. فبيكون الماده الخام دي او الفينيشد جودز تكون حتى خلصت ماده اصبحت منتج تام بيبقى مش مقبول بالنسبه للسبويلج. طيب بس خلاص مش هينفع نعيد عليها ايه، مش هينفع نعمل لها اي عمليه اعاده تصنيع، مش ريورك، هي مش ريورك، هي خلاص اصبحت بهذه الحاله، دي الحاله النهائيه بتاعتها، والحاله بتاعتها غير مقبوله، تعتبر غير ايه مقبوله، وبتهمل في العمليه التجاريه، ولكن لها قيمه، ولكن لها قيمه اقتصاديه، بنقول لها قيمه اسمها ديسبوزبل ايه او ديسبوزبل فاليو، اللي هي قيمه التخلص من هذه الايه المواد الخام او المنتج الايه التام. طيب قال لي سبويلج كان بي نورمال او نورمال، يعني ايه؟ يعني اساسا في كل انت ممكن تكون شغال واللي يكون الطبيعي الهالك بتاعك ده او التلف اللي بيطلع من العمليه الانتاجيه انت في المستوى اللي احنا مقابلينه، يعني قبل ما نبدا العمليه الانتاجيه نقول مثلا ايه احنا هنعمل عندنا يعني سبويلج بنسبه وليكن 10% 5% من حجم الانتاج، فخلاص اذا في خلال 5% فيعتبر نورمال، ما زاد عن ذلك هنعتبره ايه ابنورمال. طيب لو هو نورمال قال لك يبقى بيدخل في تكلفه البرودكشن، يعتبر جزء من تكلفه الايه البرودكشن. نورمال سبويلج از اني يونت برودكشن ذات از ديمد ان اكسبتابل ديورينج ذا نورمال برودكشن بروسيس اسيومينج افيشنت اوبريتنج ايه كونديشنز، انت بتشتغل بشكل فعال وبشكل كفء عفوا، وبالتالي فاصبحت هنا هوت يبقى هنا هو ده يعتبر مقبول عندنا النورمال سبويلج. تمام، الاب نورمال نفس الكلام بس بيكون خلاص كونسيدرد ايه بيبقى فيه از نوت اوبريتنج ات نورمال كونديشنز، الشركه او المصنع لا يشتغل بالظروف التشغيليه الطبيعيه بتاعته، وبالتالي تعتبر خارج الايه الاب نورمال. انما النورمال قال لي انها تعتبر جزء من از كونسيدرد ا بارت اوف ذا كوست اوف اي اوف اوبريشنز اند ذيرفور از بارت اوف ذا كوست اوف جودز يونتس برودوسد، تعتبر جزء من تكلفه الايه المنتج بتاعنا. طيب النورمال سبويلج، طب هيبقى تكلفه المنتج ساعتها هيبقى ايه؟ قال لي هي لو خاص بمنتج بعينه، لو هو خاص بمنتج بعينه خلاص يتحمى تكلفه المنتج ده بشكل مباشر، كان بي دايركت كوست بارتيكولار جوب، طبعا احنا بنتكلم على الجوب كوست، اور ان دايركت كوست اوف برودكشن ان جنرال الوكيتد تو فاكتوري اوفرهيد، يعني النهارده اما يكون انها تكون خاصه بشكل مباشر تدخل في تكلفه المنتج، او انها تكون تتحط على الاوفر هيد بحيث انها تكون خاصه يعني لا متعلقه باكثر من منتج في عمليه التشغيل. If it charged directly to a job spoilage can be reduced by estimated salvage value، طبعا برضو هنا لو انت لها قيمه بيعيه فلما تيجي تحملها على المنتج بتشيل القيمه البيعيه بتاعتها اللي هي السالفج فاليو، القيمه المتبقيه او القيمه البيعيه اللي انت هتبيع بيها هذا الايه السبويلج بتاعك، فساعتها انخفض بيها. طيب نشوف هنا الابنورمال از اني ان اكسبتبل برودكت ذات شود نوت نورمالي اكزيست اندر افيشنت اي اور اند نورمال اوبريتنج ان سبويلج over the amount considered normal is allocated loss from abnormal spoilage account. يبقى انا لو انا عندي النورمال على طول يدخل في الايه تكلفه المنتج سواء كان دايركت او عن طريق الايه مانوفاكتشرنج اوفر هيد اللي هو متعلق باكثر من منتج، انما الابنورمال بعمل حساب منفصل بسميه loss from ايه abnormal spoilage account وبحمل فيه هذا الايه بحمل فيه الابنورمال بتاعي. التوتال سبويلج بيساوي ايه؟ لو انت النهارده عندك التوتال سبويلج تقدر تحسبه ازاي؟ قال البيجيننج انفنتوري اللي انت بدات بيه الانتاج زائد اليونتس ستارتد، انت بدات يبقى انت المنتج بدايه المخزون او المنتج زائد المنتجات اللي انت بدات بيها خلال التصنيع خلال الفتره دي ناقص يونتس كومبليتد اند ترانسفيرد اوت ناقص الاندنج انفنتوري، يبقى انت الفرق ما بين ده وده هيبقى السبويلج بتاعك. بدانا ب 10,000 وحده اشتغلنا وقلنا هننتج 20,000 يبقى المفروض تنتج 30,000، انت بعت 20,000 وبقى عندك في المخزون 9,000، يبقى 29,000 الاوت والاندنج انفنتوري، واللي انت بدات بيه كان 30,000، يبقى انت عندك سبويلج واحد، يبقى الاندنج البيجيننج بلس اليونتس ستارتد ماينس الايه اليونتس كومبليت ترانسفيرد اوت ماينس الايه الاندنج انفنتوري، دي التوتال سبويلج. طب نشوف تكلفه المنتج ازاي نقدر نحسب السكراب. هنا عندي قال لي هنا هوت المانوفاكتشرنج كوست بير يونت از $15 ديورينج ذا مانث 10,000 جودز يونت، يبقى انا كده المفروض عندي 150,000 لما نحسبهم ديسبايت افيشنت اوبريشن، يبقى هو قال لي في افيشنت اوبريشن في تشغيل كفء، ليميتيشن اون ذا بلاستيك مولز
بروديوس 100 يونتس ايه نورمال سبويلج، يبقى انا عندي في 100 وحده بالاضافه للايه لل 10000 وحده دولت 100 خارجين ايه اب نورمال ان اديشن تو 50 يونتس سبويلد بيكوز اوف ان يوجوال ماشين بريك داونز، يبقى انا عندي 100 نورمال وفي 50 ايه ان يوجوال ما همش ما يعتبروا ايه اب نورمال. طيب قال لي الاول التكليف بتاعتي كام بالنسبه لل 100000 ال 10000 في 15 ب 150 على طول، يبقى انا واضحه العمليه اهي 150000. انا عندي نورمال سبويلج كام 100 في 5 100 في 15 ب 1500، يبقى انا عندي التكاليف كام؟ احنا ده تبقى تكلفه منتج اهي، يبقى 151500 تمام، ويبقى الكوست بير يونت 151500 على الجديده بقى اصبحت بدل ما كانت 15 بقت 15.15 واصبح النورمال سبويلج بتاعنا لو حسبته 100 على 10000 يبقى 1% ماشي. طبعا هو احنا بنحدد النسبه دي، هو مش 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 شرط حد، لان هو قال ان هي اساسا في افيشنت ايه اوبريشن وبالتالي هي تبقى نورمال عندي. طب بالنسبه لل 50 وحده 50 يونت سبويلد بيكوز اوف انيوجوال ماشين بريك داون تعتبر ايه؟ تعتبر على طول تدخل في حساب اسمه التوتال ايه اللي هو اللوس، اللي هو لوس فروم اب نورمال ايه اب نورمال سبويلج، يعني 50 في 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 تكلفه الوحده 15 يبقى 750 من حساب اللوس فروم ابنورمال ابنورمال سبويلج، واللي هتبقى تقلل تكلفه الايه الانتاج. ده بالنسبه لي الايه السبويلج. لو اتكلمنا عن الريورك قلنا الريورك هو مجموعه، هي مجموعه من المنتجات اللي بتحتاج ان احنا نشتغل عليها بشكل مره ثانيه بحيث انها تصبح جاهزه للايه للاستخدام او جاهزه للبيع. Rework is any finished product that must have additional work performed on it before it can be sold. السبويلج قلنا ممكن يكون دي ام دايركت ماتيريال او finished goods. ان الريورك لا هي لازم تكون منتج تاني بيحتاج ان احنا نشتغله تاني، الدايركت ماتيريال لسه ما اشتغلناش عليها، انما الريورك بيحتاج ان احنا لازم يكون منتج تام عشان نقدر ان هو ايه بيحتاج اعمال اضافيه عشان يصبح جاهز للايه للاستخدام او جاهز للبيع. It is divided into two categories, rework needed on normal as rework needed on على حسب حجم العمل اللي احنا محتاجينه فيهم بنقسمهم جزئين. النورمال ديفكتيف يونتس فور سبيسيفيك جوب اللي هي بيبقى طبيعي برضه في الحاله الطبيعيه، ويت شارج تو سبيسيفيك جوب ورك ان بروسيس انفنتوري اكاونت انكريزنج ذا كوست اند ريوسينج ايه بروفيت ماشي. لو الاب نورمال او النورمال ديفكتيف يونتس كومنت ويز اول جوبس شارج تو فاكتوري اوفر هيد، يبقى انا عندي النهارده لو هو نورمال بالنسبه لجوب واحده بيخش على طول على تكلفه المنتج زي الكلام في السبويلج، انما لو نورمال ليه اكتر من جوبس فبتدخل في الفاكتور اوفر هيد وبتوزع على الايه الجوبس المختلفه. الاب نورمال ديفكتيف ايه اتشارج تو لوس فروم اب نورمال ريورك اكونت، يبقى انا برضو لو اب نورمال اني اب نورمال يا جماعه لازم يدخل في حساب اللوس، ما بيتحملش على تكلفه الايه المنتج، يدخل تكلفه فتره، اني اب نورمال يدخل في تكلفه الايه الفتره، انما نورمال يعني داخل في تكلفه المنتج يعني هي لو في مخزون هيبقى يدخل في تكلفه المخزون وهكذا تمام. طيب السكراب قلنا السكراب دي قيمه حاجه ملهاش ايه ملهاش هاز نو ايكونوميك فاليو. السكراب از ا بورشن اوف برودكت اور ليفت اوفر ماتيريال ذات هاز نو ايكونوميك ايه فاليو، يبقى انا عندي السكراب برضو ممكن يكون فينيشد جودز او ايه او ماتيريال، يا اما ان يكون فينيشد جودز او يكون ايه دايركت ماتيريال بيكون ايه ممكن بدا في السكراب نو هاز نو ايكونوميك ايه فاليو، ملوش اي قيمه اقتصاديه It can be categorized by whether it relates to specific job نفس الكلام or common jobs specific job charged to job work and process و charged to common to charged to factory overhead either method increases the cost from the affected account. الاثنين بيزودوا لي تكلفه الايه المنتج، يبقى انا كده في الثلاث انواع عندي الريورك السبويلج ريورك سكراب. لو نورمال بيدخلوا في تكلفه المنتج بشكل مباشر، وبالتالي بيزودوا تكلفه المنتج لو نورمال، لو هو نورمال وسبيسيفيك جوب يعني راح خاص بوظيفه معينه، اما لو هو نورمال وكومن تو اول جوبز ان ذا فاكتوري او ان ذا اورجانيزيشن ساعتها بيتحط في الاوفر هيد ويتوزع على الايه على الـ 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 المنتجات كلها بشكل كامل. الاب نورمال دايما يدخل في حساب اسمه لوس فروم ايه سكراب او لوس فروم
spoilage أو a loss from defective units whatever. تمام؟ أوكي. Scrap costs are not accounted for separately, but if scrap is sold, the accountant will credit reduce the either work in process inventory or overhead accounts by the price received from the scrap. طبعا هنا انا قلنا ان السكراب ان ملوش اي قيمه اقتصاديه. ملوش اي قيمه اقتصاديه، وبالتالي انا خلاص حملته على تكلفه المنتج في بحجم السكراب اللي عندي الهالك او في الماتيريال او المواد الخام، وخلاص اصبح ده. جينا بعد فتره قال لك لا ده المنتج ده هيتباع. اذا اتباع بعد فتره ساعتها بخفض بيه الايه؟ الورك ان بروسيس. اخفض بيه الورك ايه ان بروسيس. انا عندي الورك ان بروسيس عشان ازوده بقول ايه؟ بضيف عليه ازود تكلفته بحطه في الجانب المدين، ساعتها احطه في الجانب الايه؟ الدائم، ويبقى عندي ان انا خفضت الورك ان بروسيس او ان انا خفض لو هو خاص بالورك ان بروسيس رايح على منتج معين او بالاوفر هيد اكونت اللي هو رايح على الايه؟ على كل المنتجات بتاعت الايه؟ المصنع. ساعتها بقى خفض بيه بالقيمه اللي انا استلمتها، وبالتالي زودت اصبح كده انا زودت الايه؟ الايراد او اعترفت بالايراد. اما لوحده كده لم يتم عليه اي عمليه تصنيع عمليه بيع، فخلاص يبقى انا يعتبر تكلفه وخلاص الموضوع كده ايه؟ منتهي. نتكلم بعد كده عن البروسيس، النوع الثاني من الكوستنج سيستمز اللي هو البروسيس كوستنج. طبعا احنا قلنا في الجوب كوستنج ان هو بيعتمد بشكل اساسي على ان الشركه تقدر توزع او تحدد تكاليف الايه؟ المنتج بتاعتها، وغالبا بتكون في شركات الكونستراكشنز، لان احنا بنقدر في الكونستراكشنز نتتبع التكلفه بعنصر التكلفه اللي هو الايه؟ الجوب كوستنج. اللي هو الجوب كوستنج يعني انا عندي مشروع 2 3 بقدر احدد تكاليفهم بشكل ايه؟ واضح، اقدر افصل التكاليف بتاعتهم. لكن في البروسيس كوستنج في بعض الشركات او مش بعض الشركات، يعني الشركات الصناعيه بشكل عام تستخدم، تلاقي مثلا عدد كبير جدا من المنتجات جوه العمليه الانتاجيه، فانا محتاج احدد تكلفه المنتج بشكل دقيق. محتاج احدد تكلفه المنتج بشكل، عندي في بتدخل 10,000 وحده مثلا في الانتاج، في منهم بيتم انتهاء منه في خلال فتره التصنيع، في جزء ثاني بيبقى ورك ان بروسيس بيدخل في فتره التصنيع اللي جايه. اوكي، عندي فيه المنتج ممكن يدخل اكتر من مرحله انتاجيه، ممكن يدخل في تقطيع، بعد كده يدخل في تغليف وهكذا، في اكتر من مرحله انتاجيه. فانا عايز احسب تكلفه الوحده الواحده من المنتج عشان اقدر اعمل التسعير. ما احنا قلنا التسعير على اساس البير يونت، عشان اقدر اعمل التسعير بشكل دقيق للمنتجات من في كل مرحله من مراحل الايه؟ الانتاج، او في كل فتره من فترات الانتاج، يا اما مرحله اختلاف الديبارتمنتات يعني ديبارتمنتس مختلفة، أو يا إما فترة مالية، فكل فترة مالية أقدر أحدد تكلفة المنتج بتاعتي. أقدر بتفيدني البروسيس كوستنج سيستم إن أنا بقدر أعمل بشكل مستمر تراكنج للكوست، بقدر أحصل بشكل دائم على تكلفة الإيه؟ الوحدة، لأن هو يعتبر إيه؟ يعني بنسميها كونتينوس بروسيس، عملية مستمرة في الحصول على التكاليف، طول الوقت إحنا نقدر نحصل على التكاليف بتاعتنا ونقدر نحدد الإيه التكاليف. طيب بيقول البروسيس كوستنج از ريكومندد فور كومبانيز ذات هاف ماس برودكشن بروسيسز اوف ايدنتيكال اور نير ايدنتيكال اي بروسيس، عدد كبير جدا من المنتجات المتشابهه او ايه اللي هي قريبه الايه؟ المتماثله او قريبه المتماثله. Such companies track their quantities and the costs on departmental production cost report. يبقى في النهايه لما كنا بنتكلم في البروسيس كوستنج انا قلت الجوب اوردر كوستنج ايه؟ ريبورت. عندي في جوب كوستنج ريبورت اللي هو تقرير الايه؟ التكاليف الوظيفه اللي احنا شغالين عليها. انما هنا عندي اللي هو ديبارتمنتال برودكشن كوست ريبورت. اصبح هنا الديبارتمنتال كل اداره بيمر فيها المنتج او كل مرحله بيمر فيها المنتج ليه تقرير خاص به. And calculate the unit costs at the end of the period by dividing the total cost. عندي توتال كوست وعندي توتال ايه؟ يونتس بروديوس. فانا بقسم التوتال كوست على توتال يونتس بروديوس يديني الايه؟ يديني الكوست بير يونت. اوكي؟ طيب بروسيس كوستنج از جود فور اني هايلي اوتوميتد اور ريبيتيتف بروسيس. في عمليه مستمره، في المنتجات بتتم تشغيلها بشكل الي بشكل كبير جدا، فبالتالي هي بتكون انسب طريقه ليها، اللي هي طريقه البروسيس ايه؟ كوستنج. طريقه البروسيس كوستنج.
القيمة الاستراتيجية من ان انا بستخدم البروسيس كوستنج هو ان انا بقدر احصل على تكلفة للمنتج بتاعتي للمنتجات بتاعتي بشكل مستمر بشكل دائم، بقدر احصل على هذه التكاليف. انا مش محتاج انتظر لنهاية الفترة لنهاية العملية الانتاجية تماما عشان خاطر احصل على تكلفة المنتج كما في الجوب جوب كوستنج. الجوب كوستنج بتنتظر انت ممكن في اي وقت تعرف انت صرفت قد ايه على الوظيفة دي على الجوب دي وساعتها تعالك كورك بروسيس، لكن انت ما تقدرش تحدد التكلفة النهائية الا بعد ما يخلص الايه المنتج الوظيفة الكونستراكشن بتاعك المبنى اللي بتبنيه. عكس بروسيس كوستنج انت طول الوقت في عندك منتجات ضخمة جدا في بعضها بينتهي خلال الفترة دي، فانت بتقدر تحصل على تكلفته. البعض مازال لسه تحت التشغيل فانت عندك كمان تكلفة المنتجات تحت التشغيل، يبقى بتديك قيمة استراتيجية عالية جدا في ان انت تقدر تحصل وتعمل تراكنج طول الوقت للكوست بتاعك، طول الوقت انت قادر تحدد وتعمل سيطرة على الايه على التكاليف بتاعتك. بروسيس كوستنج يوزز برودكشن كوست ريبورت زي ما احنا قلنا، ويتش هاف يبقى البرودكشن كوست ريبورت او الديبارتمنتال كوست ريبورت، الاثنين ديبارتمنتال. برودكشن بيديك المرحله او العمليه تقرير الانتاج فيما يخص المرحله او الايه او الديبارتمنت. قال لي كمان الريبورت ده في حاجه اسمها ويتش هاف بيلت ان تشيكس. يعني ايه بيلت ان تشيكس؟ يعني النهارده التقرير احنا لما نشوف بعد كده هنفهم القصد بالكلمه دي، ان عارفين احنا النهارده يجي يقول لك احنا في نهايه كل شهر لازم نعمل حاجه اسمها كونفرميشن بالانس. كونفرميشن بالانس اللي خلينا نمسك البنك كونفرميشن بالانس بتاع حساب البنك، بتعمل حاجه اسمها تسويه الرصيد او مذكره تسويه البنك. بتمسك ايه؟ تمسك حساباتك انت تشوف ادخالاتك على النظام في حساب البنك بتاعك وكيف حساب البنك اللي هو بتاع اللي صادر من البنك، وتقارن ما بين ادخالك انت على 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 الدفتري على على على, على ادخال البنك وتشوف هل في فروق ولا لا. وده بيأكد لك لما يتطابق يتأكد لك ان انت مظبوط، انت بتطابق مع جهه خارجيه فانت بتتأكد ان مدخلاتك او ادخالاتك ايه مظبوطه. تعمل حاجه اسمها كونفرميشن بالانس. البروسيس كوستنج فيه نفس الايه الفكره بتاعت الكونفرميشن بالانس، بس هي حاجه اسمها بيلت ان تشيكس داخليه. هو نظام انت ما بتقعدش تعمل كونفرميشن مع جهه خارجيه، انت المطابقه بتاعتك داخليه في نفس الريبورت بتاعك. بمعنى ان انت وانت بتشتغل لازم تحدد المنتجات اللي داخله العمليه الانتاجيه، مهمه جدا. بتقول انا عندي بدات انا جاني ورك بروسيس من الفتره اللي فاتت 10000 وحده، انا دخلت 50000 وحده، يبقى مجمل اللي انا دخلته الانتاج 60000 وحده. تمام، يبقى لازم المجمل الوحدات اللي خرجت من الانتاج تكون 60000. طبيعي حد يقول لي صح، ما هو ايه المطلوب ايه صح، ما هي لا انت دخلت 60 تحصل على 60. اقول لك مظبوط، هي الفكره كلها في ان الورك بروسيس او المخزون اللي هو لسه ما اكتملش سواء كان بيجيننج ورك بروسيس او اندنج ورك بروسيس هو اللي بيعمل اشكاليه. ليه؟ لان المفروض ان انت الورك بروسيس ده جزء مجموعه من المنتجات لم تكتمل الصنع، لم تكتمل الصنع، فانت بتعمل حاجه اسمها ايكوفالنت يونت. يعني ايه ايكوفالنت يونت؟ يعني القيمه المماثله. وكأن عايز تقول المنتج انت عندك 10000 وحده بمستوى انتاج 50%، الايكوفالنت يونت بتاعها كام؟ يبقى السؤال بقى الاجابه بتاعته ان هو لو افترضنا ان كل دول كاملين 100% يطلعوا كام؟ يبقى هم 10000 وحده بمستوى ادمان 50%، يعني المفروض لو هم تامين هيبقوا 5000 وحده بس. ده اسمه الايكوفالنت يونت. ده اسمه الايكوفالنت ايه؟ يبقى انت بتجيب مستوى الاكتمال بتاعهم، مستوى الاكتمال بتاع الوحدات الايه اللي هي الورك بروسيس سواء كان اندنج بيجيننج او اندنج. وبالتالي تقدر تعمل بيلت ان تشيكس. يبقى انت متاكد ان بنقدر نعمل بيلت ان تشيكس عن طريق ان انت تتاكد ان الوحدات اللي تم ادخالها في النظام او في العمليه الانتاجيه تتساوى مع الوحدات اللي ايه اللي خرجت من العمليه الانتاجيه عن طريق زي ما احنا قلنا الايكوفالنت يونتس. بنعمل حاجه اسمها يونتس دي اكاونتد فور ماست بي ايكوال زي يونتس اكاونتد فور. الوحدات التي تو اكاونت فور التي سيتم التعامل معها او سيتم اخذها في الحسبان تتساوى مع الوحدات التي تم التعامل معها بالفعل. معناها كده لفظيا يونتس اكاونت فور ماست بي ايكوال يونتس ايه اكاونت فور. تمام. طيب قال لي ايكوفالنت يونت اللي احنا اتكلمنا فيها از ميجر اوف اماونت اوف ورك دون بارشلي كومبليتد يونت اكسبريست ان تيرمز اوف هاو ميني كومبليت يونتس كود هاف بين كرييتد وذ ذا سيم اماونت اوف ورك. نفس كميه الشغل هتنتج لك ايه اللي هتكون كميه دي كامله، مش عايزين تكون تقول لي مستوى 50%، لا نفس الكميه من الشغل دي هتساوي كام منتج تاني. يبقى لو هم 10000 وحده بمستوى انتاج 50% المفروض ان هي تبقى معناها ايه
5000 وحده. طب لو 10000 وحده بمستوى 68% يبقى 6000 وحده وهكذا. يبقى بنضرب الاجمالي كلي في نسبه الادمان يديني الايكوفالنت يونت بتاعها. يديني الايكوفالنت يونت ايه بتاعها. ونشوف عندي القانون. القانون ده بيقول ايكوفالنت برودكشن يونتس البيجيني. انت النهارده لما تتكلم بقى عندك مجموعه من المنتجات دخلت وحده جديده. انت النهارده جايلك مجموعه من الوحدات بمستوى اتمام معين. بمستوى اتمام معين هتخش في مرحله جديده. لما نجيب الايكوفالنت برودكشن يونتس بتاع المرحله الجديده ها نركز بقى مع بعض. البيجيننج انفنتوري يونتس اللي هي جايه في 100% ايه ناقص برسنتج اوف كومبليت بيجيننج انفنتوري. يبقى انت ايه النهارده انت جايب بمستوى اتمام 60% صح. طب النهارده المرحله الجديده هتشتغل كام؟ هتشتغل الفرق ما بين ال 100% و 60% لان ال 60% خلصت في المرحله القديمه. فلما اجي احسب بتاع المرحله الجديده احسب اللي هيتضاف في المرحله الجديده اللي هو ال 100% ناقص البرسنتج كومبليتد اوف ايه ذا بريفيوس بيريود. يبقى 100% ناقص 60% هيديني الايه ال 40% بتاعه المرحله الجديده. واليونتس ستارت اند كومبليت ديورينج ذا بيريود الوحدات اللي تم ادخالها وخلصت فعلا في المرحله زائد ايكوفالنت ايه يونتس اندنج انفنتوري ايه work in process. طيب الايكوفالنت يونتس ان اندنج work in process هتساوي ايه؟ ها هتساوي الوحدات في الورك ان بروسيس مالتيبلايد باي برسنتج كومبليتد. ها مش هنا 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 لان ده خلصت هنا. هنا بقول مالتيبلايد باي 100% ناقص برسنتج كومبليتد. انما هنا في الاندنج انفنتوري هتبقى مالتيبلايد باي برسنتج ايه كومبليتد. تمام. نبدا بعد كده نشوف الستبس ان بريبيرنج ا برودكشن ايه كوست ريبورت. ازاي هنعمل البرودكشن كوست ريبورت اللي احنا بنقول عليه ده. اول حاجه انا عندي خمس خطوات للايه البرودكشن كوست ريبورت. اول حاجه ان انا هعمل ديترماين ذا فلو اوف فيزيكال يونتس. الفلو اوف فيزيكال يونتس اللي هي قلنا عليها يونتس تو اكاونتد فور الوحدات او الوحدات ايوه التي سيتم التعامل ايه معها. يونتس تو اكاونتد فور تمام او اللي هي هتدخل في العمليه الانتاجيه. عباره عن ايه؟ عباره عن البيجيننج انفنتوري ايكوفالنت يونتس بيجيننج انفنتوري ها بلس اليونتس اللي ايه اللي ستارت ان ذا ايه برودكشن بروسيس الوحدات اللي تم ادخالها في البرودكشن بروسيس بشكل كامل. خلاص ده كده ديترماين ذا فلو اوف فيزيكال يونتس. ثاني حاجه قال بوث انبوت اند اوتبوت يونتس ار اكاونتد فور وين ديترماينينج ذا يونتس ذير ار هاند that are on hand at the beginning of the period. The units are initiated or received. The units that are finished and transferred out. The units that are ending a work in process. يبقى أنا عندي هنا هوت لما أجي أحدد الفيزيكال. الفيزيكال معناها إيه؟ مش بس اللي داخل معناها اللي داخل والخارج. بعد كده ننتقل الى الايه ستيبس ان بريبيرنج برودكشن كوست ريبورت. ايه الخطوات اللي احنا بنمشي عليها عشان نعمل البرودكشن كوست ريبورت. انا عندي فيها 5 ستيبس للموضوع ده. النقطه الاولانيه ديترماين ذا فلو اوف فيزيكال يونتس. النهارده احدد الوحدات اللي بدات معايا في العمليه الانتاجيه والوحدات اللي خرجت من العمليه الانتاجيه سواء كان ورك ان بروسيس بنسبه اكتمال معينه سواء كان وحدات جديده دخلت كامله بدات وانتهت تامه سواء كان اندنج انفنتوري برضه بنسبه اكتمال ايه معينه. يبقى ده كده اسمه ايه الفيزيكال يونتس التحرك المادي للوحدات. بس انا لسه ما حددتش هحدد الايه الايكوفالنت بتاعي او النسب بتاعتي. ثاني مرحله اعمل الايكوفالنت يونتس ان انا امسك الورك ان بروسيس احدد نسبه اكتماله اللي نسبه اكتماله اللي النسبه اللي هيتم اكتماله فيها خلال الفتره المرحله يعني إن زي ما احنا قلنا لما حسبناها في المعادله اللي فاتت ان هي بتساوي التوتال يونتس في 100% ناقص نسبه الاكتمال لان النسبه دي هي اللي هتكتمل في المرحله اللي احنا فيها اللي هي 40% تمام زائد اليونتس اللي خلصت كلها اوكي زائد الايه الورك ان بروسيس برضه بنسبه اكتماله خلال هذه الايه المرحله يبقى ده الايكوفالنت يونتس. وقال المرحله الاولى والثانيه بنسميها ايه ها عند ميجر بتقيس ورك ايفورت فور ايه حجم المجهود اللي اتعمل عشان خاطر الايه الانتاج حجم المجهود اللي اتعمل عشان خاطر الايه الانتاج. المرحله الثالثه اللي هي كالكوليت توتال مانوفاكشرنج كوست. باجي هنا انا عندي الوحدات اللي جايه من نركز بس الوحدات اللي جايه في الورك ان بروسيس بيجيننج ورك ان بروسيس جايه بتكلفه
وانا كمان تحملت تكلفه خلال هذه المرحله. يبقى ساعتها دي تسمع التوتال مانيفاكتشرنج ايه كوستس، بحسب عليها التكاليف الكليه سواء كان جايه من مرحله سابقه او تمت خلال هذه الايه المرحله او تمت خلال هذه المرحله. تمام. النقطه الرابعه بعمل اليونت كوست، بعمل بديفايد باي التوتال مانيفاكتشرنج كوستس ديفايدد باي الايه الورك ان بروسيس اليونتس اللي عندي، اليونتس اللي موجوده اللي هي اللي انا حددتها بناء على الفيزيكال على الوحده على النقطه 1 و 2 اللي هو فيزيكال يونتس وعلى اساس الايه الايكوفالنت يونت. المرحله الخامسه الاخيره تمام هنجيب اليونت بالايه بالكوست اللي اسمها كوست تو اكاونتد فور. كوست تو اكاونتد فور نقول ثاني كده، لو انا قلت انا عندي يونتس تو اكاونتد فور هنا في الـ equivalent units اسمها units accounted for. المرحلة الثالثة هتبقى اسمها ايه costs to accounted for. المرحلة الرابعة costs accounted for التكاليف اللي تم ايه الاخذ في الاعتبار او تم الحساب على اساسها. المرحلة الرابعة بنسميها cost determination تحديد الايه الرابعة والخامسة الثالثة والرابعة تحديد التكلفة، بحدد التكاليف الكلية وبعدين احدد تكلفة الايه الوحدة. اوكي دي كده خطوات الايه البروسيس كوست. من اول حاجه احدد الفيزيكال يونت اللي التدفق بتاع الوحدات سواء كان داخل او خارج، بعدين احدد الايكوفالنت يونتس بتاعها اللي سواء نسبه المماثل الوحدات المماثله ليها تمام، بعدين احدد التكاليف الكليه بتاعه المرحله، بعدين احدد تكلفه الوحده، واخر حاجه بعمل اساين توتال مانيفاكتشرنج كوست تو يونتس. انا عندي في نهايه الفتره بيبقى عندي ورك ان بروسيس بيجيننج، عندي مكتمل، عندي اند ورك ان بروسيس اندنج، ببدا اوزع التكاليف على هذه الايه على هذه العناصر في حسن في النهايه يبقى في عندي اعمل معاملات البلت ان تشيك اللي احنا اتكلمنا عليها في التقرير. الكلام ده يبقى واضح اكتر كان في التقرير، لما نشوف مثال هيبقى الكلام ده واضح بشكل ايه اكتر من ذلك. يعني يونتس كومبليت اند ترانسفيرد اوت اند يونتس ريميننج ان ورك ان بروسيس انت ريسيف ذا بيريودز مانيفاكتشرنج كوست اللي هي اللي احنا قلنا عليها اخر مرحله. طيب انا عندي طريقتين في عمليه البروسيس كوست. طبعا احنا احسن متفقين في المخزون الكوست فلو اسامبشنز. انا عندي في فايفو فيرست ان فيرست اوت، وعندي افريج، وكان عندنا اللايفو، بس اللايفو عشان طريقه لا يتم العمل بها كثيرا وغالبا هي اسام بروهيبتد اندر ذا فاينانشال اكاونت ستاندرد ريبورتس الانترناشونال اكاونت ستاندرد ريبورتس المعاني الدوليه، لكن مسموح بها الاندر جنرال اكسبت اكونت برنسيبلز. لكن على العموم احنا هنتكلم على الطريقتين في البروسيس كوست، هنتكلم على الطريقتين اللي هي الفايفو وعن ايه الافريج. الفايفو يعني ايه؟ يعني اللي بيدخل الاول في الانتاج ها بيخلص الاول، طبيعي اللي هيدخل الاول في المرحله الانتاجيه هو اللي هيخلص الاول، هو اللي هيباع الاول. وبالتالي في الفايفو بتفصل ما بين المنتجات اللي هي بيجيننج انفنتوري ورك ان بروسيس بيجيننج وما بين الوحدات اللي دخلت خلال المرحله. يبقى انت بيفصل ما بين الوحدات اللي جايه من مرحله ثانيه فيها نسبه اكتمال معينه او من فتره ثانيه فيها نسبه اكتمال معينه، وبين الوحدات اللي دخلت جديد اساسا ما لهاش علاقه بالايه؟ بالورك ان بروسيس اللي هو فيه نسبه اكتمال. بيفصل ما بينهم في الوحدات وبيفصل ما بينهم في التكاليف. ده بالنسبه للايه؟ للفايف. فبقول إذا فايفو كوستنج ميثود از ان انفنتوري فالويشن ميثود ذات كالكوليتس ذا يونت كوست يوزنج اونلي كوست انكيورد اند ورك برفورمد ديورينج ذا كارنت ايه بيريود. يبقى انت النهارده لما تيجي تحدد، ما قصده كده، لما تيجي تحدد تكاليف المرحله بتحددها على التكاليف بتاعت المرحله الحاليه فقط، بتحددها على تكاليف المرحله الحاليه وكميه الانتاج الايه الحاليه. فايفو كيبس ذا بيجيننج ورك بروسيس انفنتوري سيباريتد فروم ذا انفنتوري ذات begins and the during begins and ends during the current period. يبقى هو الورك البيجنينج ورك بروسيس دايما مفصول سواء في عمليه حساب to be accounted for او حساب accounted for. يعني سواء كنا هناخد بحساب الايه اللي هي في المرحله الاوليه اليونتس اللي احنا بنقول دخلت الانتاج او خلاص خرجت واصبحت تامه الصنع، يبقى في الاول وفي الاخر بيفصل، بيكون في فصل تام للبيجنينج ايه انفنتوري. الويتد افريج لا بيحسب التكلفة على الكليه، بيجيب تكلفه السنه اللي فاتت وتكلفه السنه دي ويضيفهم كلهم على بعض، يعمل ويجيب الافريج بتاعهم ويحسب التكلفه على اساس التكلفه الكليه سواء كان للوحدات الجديده اللي داخله اللي هي فيها نسبه اكتمال او الوحدات اللي تمت خلال الفتره سواء وبالاضافه لتكاليفهم، تكاليف البيجيننج انفنتوري بنسبه اكتمال معينه والوحدات اللي تمت
خلال المرحله, وساعتها اجيب الايه المتوسط بتاعهم للكل برضو. تمام, زودت الافرج انفنت فاريشن ميثود كالكوليتس ذا يونت كوست يوزنج اول كوستس ان كيور بوث ذوز فور ذا كارنت بيريود اند ذوز فور ذا برايل ايه بيريودز ذات ار بارت اوف ذا كارنت بيريودز بيجينينج ورك اون بروسيس ايه انفنتري. هي داخله بتاع المرحله السابقه, داخله جزء من تكلفه الايه الورك بيجينينج ورك اون بروسيس انفنتري. وبالتالي لما نيجي نستخدم الطريقه دي بنضيف التكلفتين على بعض ونجيب الايه الويتد افرج بتاعها, نجيب الافرج بتاعها ونحسب بكمل تقريري بناء على التكلفه الجديده. زودت افرج ميثود فاينز ذا افرج اوف كوست بير بيريود فور بيريود فور برا بيريودز اند ذا كارنت ايه بيريود وليز فايفو ميثود از كونسرن وذ بوث انبوت اند اوتبوت ميجرز ذا بيجينينج اند ذا اندينج انفنتوري ستيتس اوف برودكتس ايه فور ذا بيريود. طبعا احنا قلنا هنا ان الفايفو الافرج بيجمع التكلفتين مع بعض. الفايفو ده يفصل التكلفه بتاعه البرا بيريود عن التكلفه بتاعه الايه الكارنت بيريود. ده باختصار الفرق ما بين الاثنين. الفايفو بيضم التكلفه اللي فاتت, بيفصل ما بين تكلفه البرا بيريود والتكلفه خلال الكارنت بيريود. الويتد افريج بيضم التكلفتين وبيحسب يجيب الايه الافريج كوست اللي هو متوسط التكلفه بتاع الايه الفترتين, متوسط تكلفه الفترتين. زودت افريج ميثود از كونسيرند اونلي وذ ذا ستيتس اوف ذا برودكتس ات ذا اند اوف ذا ايه اوف ذا بيريود. مهمته جدا الويتد افريج بيهتم بيه. اكيد انت لازم في نهايه الفتره تعرف ايه اللي مكتمل عندك وايه اللي لسه في ورك بروسيس. ده بالنسبه للويتد افريج بيهتم ان يعرف في نهايه الفتره ايه اللي خلص وايه اللي لسه ما خلص. انما الفايفو بيركز الانبوت داخل كام والاوتبوت كام, بيركز على الاثنين, على البيجنينج ويجيب نسبه اكتمال البيجنينج ونسبه اكتمال الاند. في الـ في الـ في الويتد افريج انا ما بيهمنيش قوي اجيب نسبه اكتمال البيجنينج, لان انا بعتبره دخل. يعني حتى لو جاب بنسبه 60% انا بعتبره دخل وخلص خلال المرحله الحاليه, وبالتالي تكلفته كلها اللي خلصها السنه اللي فاتت بدخلها المرحله اللي فاتت بدخلها في المرحله دي. تمام, طب نشوف مثال على الكلام ده. قال لي انا عندي الانبوت يونتس بتاعتي الورك ان بروسيس 100 يونت, الكومبليشن بتاعنا دايركت ماتيريال 100% و الكونفرجن 40%. ده الورك جيد داخل المرحله الجديده بنسبه اكتمال 100% في الدي ام و 40% في الدي ال, يعني 40 وحده اوكي في الكونفرجن. اليونتس ستارتد ان برودكشن 700, يبقى اللي دخل من الزيرو من نقطه الزيرو 700, اللي دخل بنسبه اكتمال 100% ماتيريال و 40% كونفرجن 100 وحده. تمام, الاوتبوت ها برضه دول كده 800, المفروض الاوتبوت هيساوي 800. فقال لي 600 خلصوا خلال المرحله و200 في الورك ان بروسيس اندنج انفنتوري, عباره عن دايركت ماتيريال 100% و80% ايه كونفرجن. الكوستس اللي جاي البيجنينج الكوست كام؟ 40 دولار بريون في الدايركت ماتيريال و30 دولار بريونت في الكونفرجن, والادد ديورنج ذا بيريود 29998.80 في الدي ام والكونفرجن 23000 دولار. طيب نشوف التقرير بتاعنا بالنسبه للفايفو. قال لي يونتس تو بي اكاونتد فور, انا عندي البيجنينج انفنتوري 100 واليونتس ستارتد 700, يبقى كله كام؟ الفيزيكال كوانتيتي 800, الفيزيكال كوانتيتي 800 ماشي. بعدين قال لي اليونتس اكاونتد فور, يبقى انا اول مرحله عندي اليونتس بي اكاونتد فور 700 في البيجنينج و700 دخلوا من الزيرو 800, دي احنا جايبين من هناك ما عندناش اي مرحله, ودي اول نقطه في الخمس خطوات اللي اتكلمنا عليهم. ثاني خطوه في الخطوه في الخمس خطوات اللي هي الايكوفالنت يونتس او اليونتس تو بي اليونتس اكاونتد فور. اليونتس اكاونتد فور عباره عن البيجنينج انفنتوري, قال لي انا بفصل البيجنينج ورك ان بروسيس انفنتوري ب 100. ال 100 عباره عن ايه بقى؟ هي الفيزيكال كوانتيتي 100, هم كلهم 100. بس لما نيجي نشوف اقسمهم نسبه اكتمال, عندي الدايركت ماتيريال زيرو لانها خلصانه هناك 100%, فالمرحله دي مش هضيف لها اي حاجه. وعندي الكونفرجن 60. ليه 60؟ 60 لان انا خلصت في المرحله اللي فاتت 40, فالمفروض ان انا اخلص المرحله دي كام؟ 60. تمام, نطبق القانون بتاعنا اللي اتكلمنا عليه من شويه. اهو القانون, اهو فين القانون؟ اهو القانون, اهو لا هو ده هنا القانون, شايفينه اهو. البيجنينج انفنتوري يساوي ايه؟ 100%
ماينس الوحدات بتاعتنا المية في مية في المية ماينس الكومبينيتد ايه انفنتوري ماينس الكومبينيتد برسنتج كومبينيتد انفنتوري يبقى مية في المية ناقص 60 في ناقص 40 في المية يديني 60 في المية. تمام ده كده القانون. وهاخد معايا اللي بدا وخلص خلال الفتره وبقى عندي الايكوفالنت اند انفنتوري اللي هو هيبقى 100 نسبه الاكتمال فقط نسبه الاكتمال فقط. طيب نشوف بعد كده نكمل اهو يبقى ادي هنا 60% بقت اصبحت 60 وحده 100% ناقص 40% دي 60 وحده. قال لي احنا خلصنا كام خلال المرحله في المثال؟ قال لي 600. قال احنا خلصنا خلال المرحله 600 وحده اهو يونتس كومبليت 600. طيب كلام كويس جدا بس احنا خلصنا المفروض منهم 100 في الايه اللي جايين من الورك ان بروسيس. احنا بنستخدم الفايفو مع الفايفو يعني اللي هيبدا الاول هيخلص الاول. فانا بدات ب 100 هيخلصوا خلصوا خلاص من ضمن ال 600 100 خلصت اللي هي البيجن ورك ان بروسيس. يبقى باقي لي من اللي بدا خلال المرحله كام؟ ستارتد ستارتد كانوا 700 بس كومبليتد منهم 500 تكملت ال 100 عشان نكمل ال 600 يبقى لي 500 في الدايركت ماتيريال 500 وفي الكونفرجن 500 خلصوا تماما بداوا من الزيرو لحد مرحله الاكتمال خلال المرحله. يبقى خارج 500 وحده دايركت ماتيريال و500 وحده اصبحوا ايه دايركت. وعندي اخر حاجه الورك الاند بوك بروسيس اللي هي 200. انا ال 200 دايركت ماتيريال 100% يبقى المرحله دي خلصنا منها 200 دايركت ماتيريال 100% اهي تمام. والدايركت الكونفرجن كام؟ قال لي 80% يعني 200 في 80% 160 واصبح عندي اليونست اكاونتد فور اللي هي خاصه بالمرحله الحاليه 800 الفيزيكال. الدايركت مات كوست دايركت ماتيريال بقوا 700 500 و200 خلال المرحله خلصناهم. والكونفرجن خلصنا 60 من اللي جاي في المرحله من المرحله اللي فاتت و500 المرحله دي خلصوا تماما و160 في الورك ان بروسيس اندنج ورك ان بروسيس يبقى 720. يبقى احنا كده دي اليونست اكاونتد فور. بعدين قال لي يبقى احنا كده خلصنا المرحله كام الثانيه او الخطوه الثانيه. ندخل على الخطوه الثالثه اللي هي التوتال كوست التكاليف الايه الكليه. التوتال كوست او التكاليف الكليه عباره عن ايه؟ عباره عن 40% 40 قال لي انا عندي 100 وحده. ال 100 وحده دي عباره عن 40 دولار 40 وحده اكتمال 100% بالدرجه المتنال يبقى 40% كانوا خلصانين السنه اللي فاتت المرحله اللي فاتت 40% ب 4000 وعند 40 اللي هي ال 40% من ال 100% اللي هم خلصوا المرحله اللي فاتت 40% عن 40 وحده وسعر الوحده كام 30 دولار بالنسبه للايه للكونفرجن يبقى 1200. يبقى اجمالي الورك ان بروسيس اللي جاي من المرحله اللي فاتت تكلفته 5200. قال لي صح افصلهم بقى ما تدخلهمش مع التكاليف ما تحسبهمش متوسط التكاليف على الافرج كوست خليني دول كده لوحدهم 5200 وخلاص ما لا ما يدخلوش في حساب الدايركت ماتيريال والايه والكونفرجن بنفصلهم. وعم ضيف لي عليهم الايه؟ ضيف لي بقى الكوست ديورنج ذا بيريود اللي احنا طلعنا اللي هي الراجل مديهاني في المثال 29998 في الدي ام و23 في الكونفرجن. يبقى انا عندي اجمالي تكاليفي كام؟ قال لك لما هو اصلا من اساسيات الفايفو في البروسيس كوست ان هو بيتم حساب التكلفه بناء على الورك دان ديورنج ذا بيريود. ما بيحسبش تكلفه الوحده من خلال ها من خلال ملوش علاقه باللي جاي من الاول. هو بيفصل الفايفو وبيتكلم لما يجي يحسب التكلفه على الورك دان ديورنج ذا بيريود. قال لي عندي الورك دان اهو 29998 و23. قال لي اقسم بقى دي على اليونتس تو اكاونتد فور يبقى 29998 على 742.9 و 23000 على 720 تبقى 31.94. يبقى كده ايه المرحله الثالثه اللي هي الكوست بير يونت الكوست بير يونت. تمام طيب والكوست تو بي اكاونتد فور كام 52 و2 بناخد في الاعتبار لان ما زال الورك ان بروسيس موجود في المرحله بس انا ما دمجتوش مع التكاليف الكليه لا وحدات ولا تكاليف بس في الاجمالي لازم يديني ما هو موجود في المرحله بتكلفه بس لما اجي احسب تكلفه الوحده بحسب على الورك دان ديورينج ذا بيريود خلال المرحله فقط اللي تم خلال المرحله. تمام اهو اجمالي التكاليف دلوقتي بقت 58198. تعالى بقى اعمل بقى البيلت ان تشيكس في الخطوه الاخيره اللي هي كوستس اكاونتد فور. احسب لي بقى الورك البيجن ورك بروسيس. قال لك انا عندي هنا ال 5200 ديت من الفتره اللي فاتت مش هتضاف عندي ماليش علاقه بيها. المرحله دي انا ضفت ايه على الورك بروسيس ضفت عليها 1916. حسبناهم ازاي؟ امسك ال 31 94 اضربها في اللي الورك دان
for work in process during the period, for beginning work in process during the period. احنا عملنا 60 واحدة conversion. يبقى دي بالنسبة للconversion تكلفة الوحدة في عدد الوحدات اللي اتعاملت بالwork in process يبقى 1916-40. يبقى كده عندي الwork in process 500 من المرحلة اللي فاتت و1916 المرحلة دي. تمام؟ وبعدين هات لي started and completed نفس الكلام 42.9 اضربهم في ال 531.94 اضربهم في ال 500 يطلع دي تكلفته واجماليهم 37420. ونفس الكلام على ال ending work in process 42 في 100 في 500 31 في 160 42 في 200 و 41 31 في 160 يطلع لي تكلفه الايه ال work in ال ending work in process. لو جمعنا دولت لو جمعنا الاربع ارقام دولت هيدوني 58198 وهي تتساوى تماما مع الايه مع الكوستس تو بي اكاونتد فور. يبقى دي كده مجموعها كوستس اكاونتد فور. تمام. يبقى احنا كده عملنا التقرير بتاعنا واضح. نركز قوي مع الورك ان بروسيس. بفصله في حساب الايه التكاليف بتاعتي بفصله يظل مفصول كوحدات ولا يدخل في حساب التكلفه الكليه للمرحله. وفي الاخر خالص لما اجي احسب يونتس اكاونتد فور بضيف عليه الورك دان خلال المرحله. يبقى دي تكلفه الورك ان بروسيس. تمام. تكلفه الورك ان بروسيس. لو حبينا ننتقل للنقطه الثانيه اللي هي الورد الويتد افريج. الويتد افريج قال لي احنا الورك ان بروسيس عندي ما باخدوش في الاعتبار. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بضيفه على اللي تم كوحدات وكتكاليف بضيفهم على شغل خلال المرحله الكرنت بيريد وبجيب التكلفه بناء على كل الايه التكاليف سواء كان بتاعه التكاليف الخاصه بالورك ان بروسيس بين الورك ان بروسيس او التكاليف اللي تمت خلال المرحله. فعندي هنا 100 وحده الاكاونتد فور 100 و700 دي ما اختلفناش فيه. لكن هنا الفرق بقى اليونتس اكاونتد فور هنا الفرق. هناك كان فصل 100 بنسبه اكتمال قال لي كذا و500 خلصوا خلال المرحله. هنا قال لي حط ال 600 كلهم اكنهم خلصوا خلال المرحله. يبقى ال 500 ال 100 اللي خلصت دخلت وخلصت وال 500 اللي دخلت وخلصت وال 100 اللي جايه من المرحله اللي فاتت دخلها مع كله. يبقى انت كده عندك 600 دخلوا اكنهم دخلوا وخلصوا خلال المرحله دي وال 200 بنفس الطريقه اللي هي نسبه الاكتمال بتاعها. وتتغير عندي الدايركت ماتيريال بدل ما كانت 700 بقت ايه؟ 800 وديت بقت 760 760. تمام. طب التكاليف قال لي ضيفها على التكلفه. لو نلاحظ المره اللي فاتت احنا عملنا ايه؟ ال 500 حطيناها هنا وما ضفناش على الدايركت ماتيريال والدايركت. قال لي لا انت دخلت انت دمجت الكميات فتدمج التكاليف ال 4000 بتاع الدايركت ماتيريال وال 1200 بتاع الكونفرجن تضيفهم على الماتيريال والكونفرجن. يبقى دي ايه؟ اجمالي الماتيريال والكونفرجن عندك خلال المرحله. وتقسم نفس الكلام عشان تجيب الكوست بير يونت ال 33998 على 800 عشان تطلع تكلفه الوحده وال 31884 على 760 عشان ال 24200 عشان تجيب تكلفه الايه الوحده اللي هي 31480. واجمالي التكاليف عندي اللي هي دي دي زائد دي نفس الكلام ما اتغيرش. لما نيجي نجيب الاكونتد فور برضه بدخل كله في بعضه. يعني ما بفصلش الورك ان بروسيس البيجين ورك ان بروسيس ما بفصلوش. الاندنج مفصول في كل المراحل كده كده بياخد في الاعتبار الاندنج. انما في البيجنينج ورك ان بروسيس بتجاهله في الويتد افريج بيدخل ضمن التكاليف ويدخل ضمن الوحدات. اصبح عندي هنا لما اجي احسب اقول ايه؟ ها 42 49 في 600 على طول. و 31 84 في 600 يبقى دي ستارت اند كومبليت. و 42 في 200 و 31 في 160 ده بالنسبه للكونفرجن. واجماليهم برضه لازم يكونوا نفس الاجمالي. هيبقى في فرق بعض يعني الريالين دولار دولارين ثلاثه. يبقى في النهايه ده نتيجه الايه؟ العلامات العشريه. لكن لازم يتطابق الاكونت كوستس تو بي اكونتد فور مع الكوستس اكونتد فور. تمام؟ احنا كده اتكلمنا عن البروسيس كوستنج في نفس الديبارتمنت في المراحل المختلفه. في مراحل مختلفة، يعني اللي فات ده كان عبارة عن ديبارتمنت واحدة بينتقل المنتج بتاعها من مرحلة لمرحلة. فمن من فترة لفترة، فخلال الفترة بتخلص بعض المنتجات عند البيجيننج بروسيس البيجيننج ورك بروسيس بتخلص بعض المنتجات بتبقى ورك فينيشد جودز بيبقى عندي
في الفتره الماليه خلال يعني انتهت الفتره بقى عندي الاندنج ورك بروسيس اللي هو مخزون اخر الفتره تحت التشغيل في نفس الديبارتمنت. يعني مفيش اختلاف بين الديبارتمنت. قال لي بس مش ده اللي بيحصل في كل الشركات. احنا زي ما احنا قلنا انا عندي في تقطيع تجميع تغليف في اكتر من ديبارتمنت عندي, وكل ديبارتمنت المنتج بيدخل فيها ممكن بعض الديبارتمنتات بتخلص المنتج بيدخل في مرحله ثانيه. لا مش بس كده, ده في بعض المواد اللي ممكن تضاف في مرحله وتكتمل المواد في مرحله ثانيه. اوكي, فيبقى انا عندي المنتج مش بيخلص بس في ديبارتمنت واحده, لا بيخلص في اكتر من ديبارتمنت. فانا عندي في نوع ثاني اسمه مالتي ديبارتمنت كومباني, اكتر من شركه, الشركه اللي فيها اكتر من اداره بيمر فيها المنتج عشان يتحول من مواد خام الى منتج تام التصنيع. فساعتها كل ديبارتمنت بيتم التعامل معها على انها على انها سبلاير, مورد بيورد بضاعه للديبارتمنت الثاني. يعني النهارده لو لو بي ديبارتمنت بي بتاخد من ديبارتمنت يبقى يعتبر سبلاير لبي بتكلفه. التكلفه دي عباره عن عباره عن اجمالي التكاليف اللي تمت في وساعتها بنقول التكلفه دي اسمها نسميها ترانسفيرد ان كوستس. ترانسفيرد ان كوست تكاليف المحوله من الى بي, اجمالي تكاليف المنتج دي بنسميها ترانسفيرد ان كوستس, و بتعتبر تدخل في الورك بروسيس بتاع البي بتاع البي. تمام. فهو بيقول لي the prior department is like a vendor that supplies a semi-finished goods for for a cost. The complete production of prior department is transferred to the next department's working process account. بيدخل في working process account بتاع next department. تمام؟ طيب نشوف مثال على الكلام ده. قال لي أنا عندي هنا هو ثلاثة department: mixing, cooking, canning. ثلاث departments: mixing, cooking, canning. تمام؟ في الدي ام بتخلص في الميكسينج بنسبة 90% و 60%. معنى كده ان بقى هنا 90% بقى 10% اللي بتخلص في المرحلة الأخيرة اللي هي كانت. والكونفرجن 60% في الميكسينج, تخلص 20% في الكوكينج, تخلص 20% في في الديبارتمنت, يبقى كده 100%. طب الترانسفيرد ان كوستس نركز مع بعض. الترانسفيرد ان كوستس هنا مفيش عنده ترانسفيرد ان لأن هو اللي بادئ التشغيل. بس هنا هياخد من هنا 100%. والكاننج هياخد من الكوكينج 100%. 100% هنا مقصود انه هياخد كل التكلفه اللي جايه من الميكسينج, لان هو المرحله اللي تالي المرحله الميكسينج. الكوكينج از ذا نيكست ستيب او نيكست بروسيس افتر ميكسينج. بعدين اخر حاجه الكاننج ديبارتمنت هتاخد من من الكوكينج. ماشي. هنا جاب لي الفيزيكال فلو اوف يونتس اللي خاصه بالمخزون في شهر 7 شهر جولاي. فقال لي الورك بروسيس بدا بكام. نفس المرحله دي بدات ب 100 ب 1000 وحده. يعني الراجل في التشغيل بتاعه عنده 1000 وحده ما كانتش خلصت, خلص 8, بدا ب 8 ستارت 8, يبقى هو 1 و8 كام 9. المفروض يبقى انت عندك ده تو اكاونتد فور 9, اكاونتد فور لازم يبقى 9. فقال لي 7000 خلصوا وتحولوا و2000 لسه في الاندنج ورك بروسيس, يبقى كده 9 9. السبعه دول راحوا فين؟ ها السبعه دول من الورك بروسيس. قال لك هيدخل على الورك بروسيس الخاص بالكوكينج. قال لي بس الكوكينج كان عنده اوريدي 3000 في نفس المرحله من اللي فاتت, وجاله سبعه اللي هو الايه ترانسفيرد ان 7000, يبقى عنده كام؟ 10000 واحد. خلص 8 يبقى عنده 2, يبقى برده 10 دخل و10 خرج, يبقى التو اكاونتد فور بيكوال تو بيكوال اكاونتد فور, تو بي اكاونتد فور ايكوال اكاونتد فور يونتس. تمام. طب الثمانية دول هيدخلوا بعد كده هيتحولوا للكانينج اهم. ثمانية راحوا في الكانينج. هو الراجل عنده قال لك انا كان عندي 2000 في المرحله في البيجنينج انفنتوري بتاعي, كان عنده 2000 ما خلصوش عنده المرحله اللي فاتت من نفس الديبارتمنت. ال 2000 دول فين؟ في نفس الديبارتمنت. يعني هو الشهر اللي فات خلص بقى عنده 2000, فقال لك ال 2000 دي بيجنينج ورك بروسيس بيجنينج انفنتوري, ضيف عليها ال 8000 اللي جايه من الورك بروسيس كوكينج بقى 10, خلصنا 9 بقى كام؟ 1000. طب التسعة دي هتروح فين؟ الفينيشد جودز, بقى كده المفروض بقت منتج تام. قال لي انا كان عندي 10 في البيجنينج انفنتوري حطيت عليهم 9, بعت 11 يبقى 8, 11 و8 19, 10 و9 19, واليونت سولد كام؟ 11 اللي احنا جبناها.
عشان بنيجي بعد كده نجيب الكوست اوف جود سول ديت الايه الفيزيكال فلو اوف ايه اوف انفنتوري الفيزيكال فلو اوف انفنتوري واضحه بتهيألي كده ما فيهاش اي ايه اي حاجه المشكله كنا نعمل التقرير بتاع الايه المالتي ديبارتمنتال دي هناخد في الاعتبار زي ما قلنا الترانسفيرد ان كوست في الاعتبار هناخد الترانسفيرد ان كوست اذا كان الديبارتمنت هاز ذا فولوينج كوست هو مسك بقى هنمسك مرحله منهم الكانينج ديبارتمنت قال لي الورك ان بروسيس بيجيننج ال 2000 وحده دولت اللي هم موجودين في الورك ان بروسيس اهم نمسك الكانينج بقى نركز على الكانينج دلوقتي اهي 2000 وحده ماشي ايه يا عم تكلفتها قال لي كوست اوف ورك دان بيفور كارنت مانث بالنسبه لل 2000 وحده قال لي 1800 دي ام في 1.5 و 1600 كونفرجن في 2 طيب يبقى من ال 2000 دولت ها نركز بس مع بعض عشان احنا لما نيجي نحسب الجديد هناخد في الاعتبار قلنا الايه المضاف مش اللي تم خلال الفتره اللي فاتت هنكمل عليه قال لي خلصنا 1800 وحده يبقى انا كده عندي 200 لسه يكملوا في الايه في المرحله دي في 1.5 و 1600 في الكونفرجن بسعر 2.5 حلو يبقى انا كده عندي في الجديد هضيف كام عشان بس نبقى مركزين هضيف بقى ما اللي هيكمل ال 1800 ل 2000 يبقى 200 في الدي ام وهضيف 400 في الكونفرجن ده بالنسبه للديبارتمنت الورك البيجنينج ورك ان بروسيس الكوست قال ان كانت مانث قال لي يا عم احنا ضفنا كام الترانسفيرد فروم كوكن ديبارتمنت ال 8000 دولار جايين من كوكن ديبارتمنت كميتهم كام 24000 ايه دولار الدي ام اللي ضفناهم عليهم 990 ده ضفناه خلال المرحله دي ام والدي ال والكونفرجن 4000 والكونفرجن 4000 ده تمت اضافته خلال المرحله يبقى انا كان عندي 24000 جايين من المرحله اللي فاتت ترانسفير دي ام وضفت خلال المرحله 990 دي ام وضفت 4000 كونفرجن وبعد كده قال لي ايه الاندنج ورك بروسيس في الدايركت ماتيريال 90% والكونفرجن 80% طيب نشوف ازاي بقى نعمل تقرير في المالتي ديبارتمنتال اي كومباني طيب لو احنا جبنا الكانينج ديبارتمنت اللي احنا اللي هو اتكلمنا عليها دلوقتي فقال لي اول حاجه انت عندك قلت لي انت دخلت بكام ب 2000 دخلنا البيجنينج انفنتوري كان 2000 وفي يونتس ستارتد اللي هي جايه من الوحده اللي هي اللي قبل كده اللي هي الكوكينج 8000 وحده يبقى انا عندي كل اليونتس تو بي اكاونتد فور كام 10 2000 في البيجنينج انفنتوري و8 جايين من الايه الكوكينج طيب اليونتس تو بي اكاونتد فور قال احنا بنستخدم طريقه الفايفو ميثود طريقه الفايفو ميثود يبقى انا هفصل ما بين الورك ان بروسيس بيجنينج ورك ان بروسيس وما بين بقيه التكاليف اللي تمت خلال المرحله الورك ان بروسيس عندي 2000 وحده عندي 2000 وحده منهم 1800 خلصانه في المرحله اللي فاتت يبقى انا هكمل هنا المره دي 200 بنسبه 10% من ال 2000 و 1600 في الكونفرجن خلصان في المرحله اللي فاتت يبقى انا هكمل هنا 400 بنسبه 20% من الايه من ال 2000 ده بالنسبه للورك ان بروسيس البيجنينج ورك ان بروسيس بعدين ستارتد اند كومبليتد قال لي انا ستارتد بكام؟ ب 8000 والفينشد في نهايه قال لي خلص 9 قال لي ان انا بدات ب 8 ولما قال لي التفاصيل بتاعتها قال لي خلصنا 9 اهو بدانا ب 8 جايين من هنا وخلصنا 9 طب ال 9 في منهم 2 اوريدي خلصوا في البيجيننج ورك بروسيس يبقى الباقي كام؟ 7 السبعه دول خلصوا تماما دخلوا من الى يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في الكاننج بداوا من الزيرو لحد ما خلصوا تماما يبقى 7000 دي ام و7000 ايه سي سي او كونفرجن كوست تمام بعدين الاندنج ورك بروسيس عباره عن ايه عباره عن 1000 وحده 2000 هم كلهم 10 2000 بيجيننج و7 اكتملوا تماما و1000 باقي ال1000 ده قال لي 80% 90% دي ام و80% كونفرجن يبقى 900 وحده و800 وحده يبقى انا كده جبت الايكوفالنت لو جينا شفنا اليونتس اكاونتد فور التوتال 10000 وحده بالنسبه للفيزيكال هنا اللي هو الفيزيكال كوانت في الترانسفير ان ان هم 8000 اللي جاي التكلفه اللي جايه من من الكوكينج كام تكلفه 8000 وحده اهو ترانسفيرد ان 8000 منتهي الموضوع 100% و بالنسبه للدايركت ماتيريال قال لي 207 و900 يبقى كلهم كام 8100 والكونفرجن 8200 يبقى انا كده حددت الكوست اليونتس تو بي اكاونتد الكوست الكوست اكاونتد فور يبقى لازم تماما يتساوى الكوست اكاونتد فور از ايكوال تو كوست تو بي اكاونتد فور نبدا نتكلم على التكاليف نفس الفكره بتاع
النورمال او اللي هو الوان ديبارتمنت ريبورت هي نفس الفكره. انا عندي هنا تكاليف خاصه بالمرحله اللي فاتت ما بضيفهاش في الايه في الفايف. فانا عندي البيجنينج ورك بروسيس في كام؟ قال لي تكلفته كانت عامله 6250. نبص عليها اهو، قال لي عندي 1800 في 1 وربع و1600 في 2.5 يجمعهم 6250. افصلهم تماما، افصلهم تماما اهم. احطهم كتوتال، لكن في بقيه التكاليف ما بحصهاش، ما اضيفهاش في عناصر التكاليف، ما اضيفهاش في عناصر التكلفه، سواء كان ترانسفير ان، سواء كان دايركت انتري، سواء كان كونفرجن. بعدين قال لي الكوست ديورينج ذا بيريود. هنا بقى قال لي ده كله خلص، فده اللي انا هتعامل معاه. ضفنا 24000 ترانسفير ان جاي من الناحيه الثانيه، جاي من المرحله اللي قبل كده اللي هي الكوكينج، خلاص تدخل كامله هنا. جاي 990 في دي ام ضفناها هنا، ضفنا هنا كمان 4000 كونفرجن، يبقى دي كلها اجمالي تكاليفنا خلال المرحله. ترانسفير ان ديت تكلفه بتستمر معانا، تنتقل من مرحله لمرحله مستمره. اوكي؟ لكن في اللي جاي في نفس المرحله من الوركن بروسيس ماليش دعوه بيه. ال 24000 اهي، ابدا احسب بقى، انا عندي 24 على كام؟ على 8، يبقى انا هنا الترانسفير ان 3. عندي هنا 990 على كام؟ على 800، يبقى بوينت 1.1. عندي 4000 على 8200، يبقى بوينت 49 اجمالي. دي بالنسبه للكوست باليونت اجمالي التكاليف اللي هي تو بي اكونتد فور 35150. طب يا عمي وزع لي التكلفه، قال لي الورك ان بروسيس 6250، ما بحطش قصاده اي حاجه في عناصر التكلفه، بحطه كتوتال بس، لانه ما دخلش في حساب تكلفه الفتره ولا تكلفه الفتره اللي فيما يخص الورك ان بروسيس. ايه؟ انا عندي بوينت 11 للوحده في 200 وحده اتصرف، يبقى انا عندي بوينت 11 في 200 يعني 22، وعندي بوينت 49 في 400 وحده يعني 196، يبقى اجماليهم 218. طب الستاندرد ستارتد اند كومبليتد قال لي ها الثلاثه هنا كان على فكره مع هنا زيرو. زيرو ليه؟ لان 3 في زيرو زيرو، ما فيش عندي في الترانسفير ان في البيجنينج اكونت، ما هوش جاي، ده موجود في نفس المرحله. بالنسبه لل 25000 الستارت اند كومبليتد عندي 3 في 7000 21000، عندي بوينت 1 في 7770، عندي بوينت 49 في 7000 3430، ونفس الكلام ينطبق على الاندنج وان كومبريسيس 3 في 1000 ب 3000، بوينت 1 في 999، بوينت 49 في 800 392، اجمالي التكاليف 35159. المفروض ان احنا زي ما قلنا هيبقى فرق ارقام بسيطه كده، جزء يعني نتيجه اختلاف الايه العلامات العشريه، العلامات العشريه فراكشنز بتاعنا. اوكي؟ ده كده لو احنا استخدمنا الفايف والميد. طب نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه برضه في الويتد افريج هنتكلم فيه لو احنا جينا نتكلم في المالتي ديبارتمنت ويتد افريج هنا، نفس الفكره. نبص هنلاقي برضه انا عندي هنا 2000 اللي هم جايين من نفس المرحله، و8 8000 اللي هم ايه؟ اللي هم جايين من المرحله اللي جايه، من المرحله اللي السابقه اللي هي الكوكي. تمام؟ طيب اليونستي اكونتد فور، ما بفصلش بقى. احنا خلص 9، يبقى التسعه كلهم يدخلوا مع بعض، ستارت اند كومبليت، سواء اللي جاي من ال 2000 او من الايه؟ الثمانيه اللي هم كانوا بيجينج انفنتور او اللي دخلوا خلال المرحله. الثمانيه دخلوا خلال المرحله، خلص منهم 9، يبقى انا عندي 9000 في 100% 9000 في 100% 9000 في 100% في كل الايه الدايركت ماتيريال، وعندك الورك بروسيس عندك ان 1000 على حساب الايه النسب بتاعتك. في الدايركت ماتيريال كان 90% وفي الكونفرجن كان 80%. تمام؟ ويطلع عندي نوست اكونتد فور عباره عن التوتال 10000 لازم يكون 10000 في الترانسفير ان الترانسفير ان. ونخلي بالنا هنا كانت المره اللي فاتت كام؟ 8. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا ما دخلتش في الاعتباري الايه البيجنينج انفنتوري، انما هنا بقت 10 9900 و9800 في الكونفرجن. هنا المره اللي فاتت احنا تجاهلنا، نركز بس مع بعض، احنا تجاهلنا، فصلنا ما بين في الورك بروسيس، فصلنا ما بين التكاليف اللي تمت خلال المرحله وبين التكاليف اللي تمت في المرحله السابقه. فانا هنا لما حطيت قلت حطيت الايه ال 6250 وتجاهلت تماما الايه التكاليف، تجاهلت تماما التكاليف اللي حصل خلال المرحله اللي السابقه. قال لي هنا تاخد في الاعتبار التكاليف اللي حصل خلال المرحله السابقه وتضيف لهم كمان التكلفه اللي هتتم عليهم خلال المرحله دي، مش بس ده، انت تضيف لهم التكلفه اللي حصل خلال المرحله دي. فقال لي هنا اهوت ال 7500 ال 6250 متفقين عليه. طيب خلال المرحله دي قال لي انت عندك كام؟ 100 وحده في 2.5 يبقى 250،
وعندك 400 وحده في 1.25 يبقى 1000 ريال 1000 دولار. يبقى كده دي تكاليف الورك بروسيس. وضفنا خلال المرحله دي التكاليف دي. قال لي خلي بالك هو هنا يمكن التكاليف دي اختلفت عن التكاليف السابقه ليه؟ لان هو لما بيجي ياخد الويتد افريج فبيبتدي يضيف كل التكاليف السابقه كل التكاليف الايه السابقه. فهنا بتزيد معانا التكلفه بتزيد معانا الايه التكلفه الخاصه بالترانسفيرد ان ايه كوست بتزيد معانا التكلفه الخاصه بالترانسفيرد ان كوست ويبقى معايا 5005 ال 990 وال 4000 دول ايه ثابتين. لكن زادت معايا الترانسفيرد ان كوست نتيجه ايه نتيجه ان كل الوحدات هو بيعني كده ان كل الوحدات او كل الديبارتمنتات القديمه اللي فاتت استخدمت الويت افريج وبالتالي زاد معايا الايه زاد معايا في النهايه الترانسفيرد ان كوست. اوكي تمام. يبقى انا كده جمعت تكاليف المرحله مع البيجنينج ورك اون بروسيس ويطلع عندي 5000 هنا 1240 31255. ابدا برضو اعمل نفس الكلام اجيب الكوست باليونت اقسم الرقم ده على الاجمالي الاجمالي الكوست اليونتس الكوست اليونتس تو بي الكوست اليونتس اكاونتد فور اللي هو 31 على 10000 و 1240 على 9900 و5 على 980 ويطلع معايا الكوست باليونت اجمالي التكاليف 37490. لما اجي اوزع تكلفتي انا عندي قلنا خلصان كام 9 اضرب 3.1255 في 9 ماشي بالنسبه للترانسفير ان وبالنسبه للدي ام وبالنسبه للكونفرجن ونفس الكلام في الان انفنتر على حسب الوحدات الخلصانه 1900 في كل واحده فيهم في المقابل بتاعها الكوست باليونت يطلع اجمالي عندي 37490. مهم جدا اليونت تو بي اكاونتد فور از ايكوال تو يونتس اكاونتد فور الكوست تو بي اكاونتد فور از ايكوال كوست اكاونتد فور. تمام كوست اكاونتد فور. تمام لو حبينا بقى نشوف ال 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 يعني الحسابات الفلو بتاع الحسابات بتاعت الشركه تمشي ازاي. احنا عندنا الرو ماتيريال عندي لو انا كان عندي في بدايه الفتره 15000 واشتريت كارنت مانث اشتريت 5000 يبقى انا عندي 20000. انا قلت ان انا الوج المرحله الاولانيه اللي هي الورك بروسيس ميكسنج بتاخد ايه 90%. فقال لي انا حولت هنا 9000 اهو وهاجي هنا في المرحله الاخيره من الدايركت ماتيريال هحول في الكاننج اخر مرحله 990 دايركت ماتيريال. تمام يبقى الرصيد عندي 20000 ناقص 9990 يبقى عندي 10 مثلا. يعني الويجز اللي هي طبعا الويجز اللي هي الدايركت ماتيريال والدايركت والفاكتور اللي هو الايه الاثنين مع بعض يعملوا الكونفرجن الاثنين مع بعض يعملوا الكونفرجن. فقال لي انا الدايركت الويجز بالنسبه كان 8000 احنا محددهم 8000 4800 هيروحوا فين ال 4800؟ هيروحوا في ان هنا احنا قلنا بناخد ايه 60% بتاخد 60% من الايه الويجز. فهنا اتنين اهوت دخلنا هنا بالنسبه للدايركت ليبر وعندنا بالنسبه ل 1600 في هتدخل في 20% هنا في الكوكينج و20% تدخل في الكاننج 20% في الكاننج اللي هي رقم 9. طبعا هو هنا جايب 9 و10. بالنسبه للاوفر هيد نفس الكلام احنا قلنا هنا الاوفر هيد 3 هتدخل فين؟ نفس الكلام بتاع الدايركت ليبر يتعامل معامله الدايركت ليبر بالظبط الويجز والفاكتور هي كونفرجن. فهنا هتدخل برضو 60% يبقى مجموع هنا الكونفرجن بتاع الميكسنج عباره عن 2 و3 اهو 4807212000 ومجموع الكونفرجن بتاع الورك بروسيس عباره عن 5 و6 اللي هو 1600 و2400 4000 ومجموع الكونفرجن بتاع الكاننج عباره عن 9 و10 اللي هو 1600 و2400. يبقى كده بالنسبه للتكاليف خلال المرحله لكل ايه لكل قسم. طبعا هو عنده في الاول بيجيننج انفنتوري في دايركت ماتيريال وفي كونفرجن تمام في هنا الورك بروسيس في دايركت ماتيريال كونفرجن وفي اي اكس اللي هو ترانسفير ان بتزيد عليهم. هنا مفيش ترانسفير ان لان او بادئ هنا في ترانسفير ان هنا في ترانسفير ايه ان تمام تمام. بعدين ننتقل بعد كده بعد ما خلصنا التكاليف ببدا اي كل مرحله هنا بتحول تكاليفها. يعني احنا خلاص وزعنا التكاليف دي فتيجي هنا المرحله الاولانيه بتحول تكاليفها. هنا تكلفه المرحله دي كام 9012
طبعا هنا انا عندي في الاول خالص اساسا كام 1250 و2500، وضيف عليهم ال 9000 وال 12 يبقى كده كام 21000 21000 9. المهم يبقى عباره عن 1250 دي ام زائد 12000 كونفرجن، ده البيجنينج بتاعي. احنا ضفنا خلال المرحله 9000 و بالنسبه للدي ام و12000 بالنسبه للكونفرجن. قال لي هنحول 18375 اوكي، وهيبقى عندي ستة آلاف تلتمية خمسة وسبعين وهكذا. ان انا 18375 دي هتتحول كترانسفير ان فروم ورك بروسيس ميكسينج الى حساب الايه الكوكينج اهو 18375. وانا عندي تكاليف الفتره دي خلال الفتره الدايركت ماتيريال الكونفرجن والترانسفير ان كوستس الخاصه بالكوكينج، وضفنا عليها اللي جاي من من الميكسينج، اصبح اجمالي التكاليف عندي لما نحط عليهم 18375 زائد 9375 زائد 1875 يبقى اجمالي 29625. انا حولت منهم زائد 4000 كونفرجن، عفوا زائد 4000 كونفرجن يبقى 33625. المفروض يتحول منهم للمرحله الاخيره اللي هي الميكس الكانينج 25005، يبقى باقي معانا 8620 في الايه الاندنج انفنتوري الخاص بالكوكينج، ونفس الكلام هنا ينطبق على الايه الكانينج. في النهايه خالص يطلع عندي الفينيشد جودز بتاعي 3835. انا عندي هنا هذا الرقم بيدخل في تكلفه المنتج، انا في النهايه بعمل كل ده عشان اوصل لتكلفه المنتج، فاصبح ان انا تكلفه المنتج التام دلوقتي 33853 اللي هي تتضمن تكلفه الثلاث ايه ديبارتمنتات. تدخل هنا عندي في كان عندي منتج تام 37500 وضفنا عليه 33853 يبقى اجماليهم 37500 زائد 33853 اجمالهم 71353. هنحول منهم للمرحله الجايه 41300 عفوا بقينا منهم 41371 يبقى باقي 29982، والكوست اوف جود سولد كام 41371. واضحه الامور؟ دي حركه الايه التكاليف خلال الشركه ما بين الايه الاقسام المختلفه. لو حبيت اخد يعني اي قيد من القيود دي، فلو احنا مسكنا رقم 1 9000 من حساب ايه؟ هي رو ماتيريال اهي، هي المفروض انها هتدخل هقلل بقى رو ماتيريال وهزود بقى الورك بروسيس الخاص بالديبارتمنت الاولى اللي هي عباره عن الميكسنج، يبقى ورك بروسيس ميكسنج مدين و 9000 رو ماتيريال ده اهو. طيب لو مسكنا رقم 2 اللي هي الليبر اهو، هنقلل الليبر بتاعنا سيلرز اند ويجز بيبل، يبقى من حساب الورك بروسيس 2 داخل فين هنا؟ الورك بروسيس ميكسنج 4800 الى حساب الورك بروسيس ايه الى حساب الويجز اند سيلرز اند ويجز اللي خاصه بالبيبل. بعدين رقم 3 نفس الكلام اهو، ورك بروسيس ميكسنج 3 الى حساب الايه بس دي فاكتور اوفرهيد. احنا هنا دي الكونفرجن، قلنا الكونفرجن عباره عن دايركت ليبر وفاكتور اوفرهيد، فبيدي نفس الكلام. هم نفس الكلام نتبع نفس الكود، هنلاقي ان في النهايه بأوصل الكوست اوف جود سولد ل 41371 من حساب الكوست اوف جود سولد 41371 الى حساب ايه؟ الى حساب الفينيشد جودز او الانفنتوري. وعندي لو احنا بعنا ب 55000 يبقى الاكونت ده سوى لحساب الايه؟ السيلز، ال 55000 الى حساب السيلز. طيب السبويلج ان بروسيس كوستنج، نفس الكلام اللي قلناه على السبويلج ان جوب كوستنج هو نفس الكلام بينطبق على السبويلج ان بروسيس ايه كوستنج. السبويلج ان بروسيس كوستنج از هاندلد ان وان اوف تو ويز، ذا فيرست ميثود كاونت ذا نمبر اوف سبويلج، بنحملها بشكل مباشر على الايه تكلفه الوحده. سيبريتلي كومبيوت ذا توتال كوست بير يونت اند ذن الوكيت ذيس كوست تو ذا ايه جود يونت، يبقى انا بحدد عدد الوحدات التالفه وبحسب تكلفه الوحده لكل ايه من هذه الوحدات التالفه وبوزعها على الايه الكوست اوف جود يونت، بدخلها في حساب الكوست اوف جود يونت اللي هي تكلفه مباشره على تكلفه الايه المنتج. النوع الطريقه الثانيه ان انا اومتس ذا سبويلد يونتس ان ذا توتال سو ذات ذا كوست بير يونت دازنت انكلود اني سبويلد يونتس ميكينج ذا سبويلد كوست بارت اوف ذا مانوفاكتشرنج كوست.
تمام؟ ان انا بتجاهل ما بحملش بشكل مباشر على التكلفة، ان انا باخدها بحطها في الاوفر هيد، بطلعها بره الايه العملية، وبعتبرها انها من الاوفر هيد بتاعة المصنع كله، من الاوفر هيد بتاعة المصنع كله وليس الاوفر هيد الخاص بالمرحلة. تمام؟ يبقى انا عندي طريقتين في البروسيس، اما ان انا احملها على طول على تكلفة الوحدة، احسب عدد الوحدات التالفة وتكلفة الوحدة تكلفة الوحدة الواحدة، وبحمل على الايه على المنتج التاني على المنتج النهائي، او ان انا بتجاهلها وبدخلها في كتكلفة في الاوفر هيد. The first method provides more precise product costs because the individually calculated spoilage cost is spread over the good units produced. انت ايه اكتر دقة؟ ترى ان هي انك تحملها على المنتج النهائي بشكل تدخل كجزء من تكلفة المنتج. تمام؟ The second method is less precise because the costs are spread to all units including goods, completed units, units in ending inventory and abnormal spoiled units. هنا الطريقة الثانية بتوزع التكلفة، احنا قلنا انها بتدخل في الاوفر هيد وبالتالي بتوزع على كل المنتجات، انما في الطريقة الاولانية بتوزع على المنتجات التامة فقط، بتوزع على المنتجات التامة فقط وتعتبر جزء من ايه؟ من الانتاج التام، ودي تعتبر اكتر ايه؟ اكتر دقة. Benefits and limitations of process cost. احنا قلنا طبعا ان انا ما اقدرش استخدم الجوب كوستنج بالنسبة لما يبقى عندي ايه؟ ماس برودكشن. انما بالنسبه للبروسيس كوست استخدمها useful for any high repetitive flow process such as mass production of homogeneous items، مجموعه انتاج ضخم من مجموعه من متجانسه من الاصناف نستخدم فيها الايه البروسيس كوست. conversely it is not useful for custom orders or the other individual jobs. ما ينفعش استخدم بروسيس كوست وانا مثلا كل تكاليف تتحمل على المشروع واحد او راح او اوردر مطلوب من عميل واحد وانا عايز منتجات معينه وخلاص، فكل تكاليفه احملها عليه. يعني اوردرات محدده خلاص انا بحدد تكلفته لانها متباعه، يعني لو هو كاستمر اوردرز واحد طلب اوردر معين تكاليفك انت كده كده انا مش محتاجه لان انا متفق معاك على السعر، فانا او انا مسعر قبل ما ادخل في العمليه الانتاجيه، فخلاص يبقى مش لازم استخدم البروسيس كوستنج، استخدم الجوب كوستنج. individual jobs عندي مشاريع انشاءات مختلفه بشكل معين، ما ينفعش ان انا برضو قاعد كده كده ما فيش عندي بروسيس، ما عنديش مش محتاج ان انا اعرف تكلفه وحده هي اسم ما فيهاش منتجات كتير عشان اعرفها. انا بحمل التكلفه بشكل مباشر على المشروع، وزي ما قلنا لو في اوفر هيد بيتوزع على حسب ايه استفاده المشروع من الايه من الاوفر هيد. process costing allocates costs not only by cost per unit but also specific departments allow individual managers to control their own. زي ما احنا شفنا احنا كل ديبارتمنت ليها تكاليفها، فكل مدير ديبارتمنت يقدر يتحكم في التكاليف بتاعه، يعرف سلوك التكلفه الخاصه خلال هذه الديبارتمنت، وهل الزياده جايه من الدايركت ماتيريال الدايركت ليبر الاوفر هيد او الكوست بوت الخاصه بالاوفر هيد وهكذا. معنا بعد كده نوع تاني من التكاليف. طبعا احنا بشكل اساسي بالنسبه لتوزيع الاوفر هيد بتاع الشركه قلنا ان بنستخدم الجوب كوستنج او البروسيس كوستنج. تمام؟ طيب في كوستنج سيستمز ثانيه غير الجوب والبروسيس كوستنج، هي مش عشان بس نبقى واضح معانا مش طريقه تعامل مع هل هي جوب كوستنج ولا هي طريقه توزيع. يعني احنا خلاص عرفنا ان ممكن استخدم في المنتجات الكبيره استخدم البروسيس كوستنج، ولما يبقى عندي جوب اوردر او انديفيدوال جوبس بستخدم الجوب كوست. مع هنا او هنا بستخدم حاجه اسمها اكتيفيتي، طريقه التوزيع بقى، اما ان انا الكوست درايفرز بتاعي، اما ان انا استخدم استخدم فوليوم كوست درايفرز او استخدم اكتر من اكتيفيتي بيست كوست درايفرز. تمام؟ اكتيفيتي بيست كوست درايفرز. اكتيفيتي بيست كوستنج ده سيستم جديد، نوع جديد، قال لك بدل ما نقعد نوزع، اتكلمنا في البادجت برضو، لما نقعد نوزع التكلفه بتاعتنا بناء على عدد المخرجات بتاعتنا الاوتبوت يعني الحجم او الانبوت برضو الحجم سواء كان بقى المنتجات تمت الصنع او عدد ساعات الايه العماله او ما الى ذلك. اوكي؟ قال لي لا، دي اسمها فوليوم بيست كوست درايفرز. قال لي لا، انت النهارده بتفترض ان كل انت لو انت عندك 10,000 ساعه عمل في المصنع وهتتوزع على الايه بناء على من 10,000 ساعه على الايه على المنتجات المختلفه بتاعتك. قال لي وارد جدا ان يكون منتج ما استفادش من ال 10,000 ساعه دول حاجه، بس لان انتاجه كبير فهيتحمل بتكلفه برغم ان هو ما استفادش.
ففي عدم عداله في توزيع التكاليف بناء على الفوليوم بيزد ايه كوست درايفرز. قال لي ومن هنا نشأت الاكتيفيتي بيزد كوست درايفرز. قال لي لا لازم تشوف تحدد مدى استفادتك، تقسم الاول الاوفر هيد بتاعك الى بولز مجمعات تكلفه، وكل بول ليه كوست درايفر معين بيتسبب في احداث هذه التكلفه، ونشوف مدى استفاده المنتج بقى بتاعك من الكوست درايفر، بناء عليه ياخد نصيبه من الايه من الكوست بول. فهمنا الاول؟ يبقى انا عندك بول تجمعت عملت بولز التكلفه السبب فيها كوست درايفر بشكل معين. يعني انت عندك الكهرباء في الكهرباء ده كوست بول، اوكي؟ انت بقى شوف ايه عدد ساعات تشغيل الكهرباء في المصنع اللي سببت في تكلفه الكهرباء. يعني مليون ريال بالكهرباء اشتغلت 10000 ساعه، حلو؟ انت بقى شوف لي كل منتج من دول استفاد قد ايه من ال 10000 ساعه دي، بحيث ان يتوزع بشكل واقعي، شكل فعلي، شكل عادل، عشان انت النهارده لما تيجي تعمل التسعير تعمله برضو بشكل ايه؟ بشكل عادل، ما يبقاش عندك فيه خلل في التسعير. يبقى انت ممكن منتج اساسا ما استفادش من يعني هو انتاجه كبير بس انتاجه الكبير ده مش مستفيد حاجه من عنصر التكلفه، ايا كان بقى، ايا كان كهرباء، صيانه، ايا كان وتفر، اوكي؟ طيب فقال لك تفتي بيست كوستنج ات ميزد اوف اساينينج كوستس تو كاستمر سيرفيس اند برودكتس بيست اون ان اكتيفيتي كونسبشنز اوف ريسورسز. ايه هو الاكتيفيتي؟ قال لي اني تايب اوف اكشن، هو اي اكشن بيتم خلال الشركه، ورك موفمنت بيرفورمد ويز ان انتاج. يبقى ده الاكتيفيتي. النشاط هو عباره عن اي حركه او عمل بيتم خلال الايه الشركه. الاكتيفيتي سنتر ده مجمع الايه الانشطه، لوجيكال جروبنج اوف اكتيفيتيز اكشنز موفمنتس اور سيكونسز ايه اوف وورك، بيجمع لي الانشطه المختلفه، ده اسمه الاكتيفيتي سنتر، مركز التكاليف، مركز الايه الانشطه عفوا، مركز الانشطه. الريسورس يبقى انا عندي الاكتيفيتي هو اي حركه بتتم، عدد ساعات الاله، شغل الاله، شغل العماله، باتشز اللي هي صيانه الالات، دي كلها تعتبر ايه اكتيفيتيز. الريسورس اليمنت اوف ان ايكونوميك فاليو هو بقى القيمه بتاع حركه الايه حركه الاكتيفيتي، حركه مجرد ما الاكتيفيتي ده اتحرك، يعني الاله اشتغلت فتؤدي ان يحصل ايه معايا، يحصل فيه تكلفه كهرباء مثلا، استخدام الكهرباء، يبقى عدد ساعات الاله دي لما تشتغل بتسبب في احداث ايه الريسورس بتاعنا. اليمنت اوف ايكونوميك فاليو ذات از كونسيومد اور ابلايد وين بيرفورمينج، مجرد ما الاكتيفيتي بتاعك الاله اشتغل، الموفمنت بتاعك يتحرك، حصل باتش صيانه، يتقدم احداث تكاليف في هذا الايه في الريسورس، في الريسورس، تمام؟ طيب الريسورس كوست درايفر ميجرز اماونت اوف ريسورسز كونسيومد باي ان اكتيفيتي. هنا الريسورس كوست درايفر ده بيشغل لو انت الريسورس بتاعنا ده اللي هو مثلا اللي هو الكهرباء، بيحدد عدد ايه الكل الاماونت اوف ريسورسز كونسيومد باي ان اكتيفيتي، كميه الكهرباء بالكامل اللي تم استهلاكها خلال الايه خلال الشركه. الريسورس كوستس يوزد ان ان اكتيفيتي تو ار اسايند ايه تو ا كوست بول يوزنج ا ريسورس كوست درايفر. يبقى انت النهارده بتجمع التكاليف الريسورس كوست بتاعتك دي اللي هو حاجه ليها قيمه اقتصاديه هاف ايكونوميك فاليو، دي بيتم احداثها او بتتحقق نتيجه تحرك الاكتيفيتي، نتيجه تحقق الايه الاكتيفيتي، تمام؟ لما نيجي نقول ريسورس كوست درايفر هو التكاليف، هو حجم الريسورسز اللي استخدمت نتيجه الايه اللي تم استخدامها بواسطه الاكتيفيتي دي. يعني النهارده الكهرباء حركه الالات تسببت في احداث مليون ريال كهرباء حركه الالات، يبقى انت عندك الريسورس كوست درايفر بتاعك هو ايه؟ ها حركه الالات اللي تسببت في احداث هذه الايه المليون. الريسورس كوستس يوزد ان اكتيفيتي ار اسايند تو كوست بول يوزنج ا ريسورس كوست درايفر، يبقى انت بتوزع بقى الايه التكاليف بتاعك على بناء على ريسورس كوست درايفر. خلي بالنا هنا، خلي بالنا هنا، اكتيفيتي كوست درايفر از ا ميجرمنت اوف ذا اماونت اوف ان اكتيفيتي يوزد باي ا كوست اوبجكت. يبقى انت عندك الريسورس كوست درايفر هو عدد ساعات الاله بالكامل اللي سببت في احداث الكهرباء، تمام؟ امال الاكتيفيتي كوست درايفر هو عدد ساعات الاله اللي استخدمها عنصر التكلفه، يعني النهارده المنتج بتاعك استخدم قد ايه من ساعات الاله، يبقى اسمه اكتيفيتي كوست درايفر. يبقى انا عندي الاول ريسورس كوست درايفر بيجمع لي التكاليف بتاعت الكهرباء كلها في المصنع، وعندي اكتيفيتي كوست درايفر بيجمع لي بيحدد لي استفاده المنتج من الكهرباء، يعني مليون ريال من تكلفه المصنع دي نجيبها عن طريق ريسورس كوست درايفر. المنتج ايه استفاد من الكهرباء دي ب 100,000 نحددها على الاكتيفيتي كوست ايه درايفر، تمام؟ طيب
activity cost رابع assign costs to cost pools in cost pools to cost object. يبقى انا عندي هنا resource cost resource cost driver بيحدد بيجمع التكاليف كلها الخاصه بالاكتيفيتي بيحطها نتيجه تطبيق الاكتيفيتي في resource cost. تمام؟ resource cost driver بيحطها عندي في البولز بتاعنا اسمها البولز. ياخد بقى الكوست درايفر ده الاكتيفيتي كوست درايفر ياخد من البولز يوزع على الايه؟ على الكوست اوبجكتس اللي هي المنتجات بتاعتنا. ABC اللي هي الاكتيفيتي بيزد كوستنج يوزز ا تو ستيج ابروتشز تو الوكيت كوست. بتستخدم طريقتين. الطريقه الاولى نجمع الايه؟ ريسورس كوست اساينمنت اوف اوفر هيد كوستس تو اكتيفيتي كوست بولز اور اكتيفيتي سنترز يوزنج بيرتنت ريسورس كوست درايفر. يعني انت النهارده اول مرحله هتجمع البولز بتاعتك. هتقول انا عندي تكلفه كهرباء، عندي تكلفة صيانة، عندي تكلفة أعمال هندسية وهكذا، تجمع لي بولز، نتيجة إيه؟ البولز دي التكلفة بتتجمع فيها بناء على ريسورس كوست درايفر، ريسورس كوست درايفر. تمام؟ بعدين بعد كده أحمل على المنتج بتاعي، يبقى ناخد من أكتيفيتي كوست أساينمنت أوف أكتيفيتي كوست تو كوست أوبجكت، بالطريقة عن طريق إيه؟ أكتيفيتي كوست درايفر. أكتيفيتي كوست درايفر، تاخد بقى مدى استفادة المنتج من الصيانه، مدى استفاده المنتج من الكهرباء، مدى استفاده المنتج من تشغيل من الاعمال الهندسيه، مدى استفاده المنتج من الباتشز وهكذا وهكذا. يبقى انت اول حاجه تجمع البولز عن طريق ريسورس كوست درايفر، ثاني حاجه توزع التكاليف على المنتجات عن طريق اكتيفيتي او على الكوست اوبجكتس عن طريق الاكتيفيتي كوست درايفر. تمام؟ بعد كده ايه ناخد الخطوات بتاعت الاي بي سي. اول خطوه عندي اللي هي ايدنتيفاي اكتيفيتيز اند ريسورس كوست. يبقى انا بحدد الانشطه بتاعتي اللي هي الانشطه وتكاليف الايه؟ الريسورسز، التكاليف اللي عندي اللي انا بجمعها. تمام؟ فعندي انا عندي الاكتيفيتيز عباره عن اما انها كول يونت ليفل اكتيفيتي، ودي بالظبط زي الفوليوم بيزد اكتيفيتيز بالظبط، واللي هي ممكن تكون زي الدايركت ماتيريال اللي داخله في العمليه الانتاجيه، الدايركت ليبر او الاوتبوت نفسه اللي حجم الايه؟ الانتاج التام. بالنسبه لي الباتش ليفل بتتضمن ايه؟ الاكتيفيتيز اللي بتطبع الباتش، كل مجموعه باتشز كده في بعض الايه؟ الاكتيفيتيز او بعض التكاليف اللي بتتحملها اللي بتدخل فيها نتيجه ايه؟ نتيجه انت مثلا ممكن كل 50,000 وحده مثلا تعمل حاجه اسمها ماشين سيت اب، تعمل اله تظبيط الالات وما الى ذلك. يبقى عندك الباتشز بتاعتك بالبورشيس اوردرز، انت بتطلب منتجات كل بتطلب مخامات مثلا كل 50,000 وحده، فده باتش او 100,000 وتقدر يعني. تمام؟ بتعمل فحص انسبكشنز، فحص للمنتجات بتاعتك كل عدد من الوحدات وتقدر 50 60 70، فدي بقى كلها اسمها باتش سيت اب. انت محدد الباتش بتاعك اللي هتبقى تعمل عليه بعض الانشطه. هذه الانشطه تسبب ايه؟ تكاليف. هذه الانشطه تحدث ايه؟ تكاليف. بعد كده البرودكت سستيننج اكتيفيتيز بتضمن ايه؟ بتضمن الحاجات الخاصه بالديزاين بتاع البرودكت، بتاع الاكسبيديتنج التعجيل الخاص بالمنتج، الامبلمنتنج انجينيرنج تشينجز تعمل تغييرات هندسيه في تصميم المنتج، كل دي تعتبر ايه؟ برودكت سستيننج اكتيفيتيز وتبقى مسببات تكلفه، مسببات تكلفه. عندي الفاسيلتي سستيننج اكتيفيتيز زي اللي هي بتدعم عمليه التسهيلات الخاصه بالانتاج، ودي متعلقه ببيئه التصنيع، بالبيئه بتاعت الايه؟ التصنيع، زي الهيلث اند سيفتي، زي البلانت مانجمنت اداره المصنع، زي الديبريشيشن، زي البروبرتي تاكس اند انشورنس، خاصه بالبيئه نفسها، خاصه بالبيئه، بالمصنع، بالانشورنس، بالهيلث اند سيفتي، كلها خاصه بالايه؟ بالبيئه التصنيعيه. انما البرودكت حاجه خاصه في البرودكت نفسه، سواء كان تصميم المنتج، سواء كان ميكسنج، سواء اكسبيتنج بتعجل المنتج، بتعمل عمليه انجينيرنج، كل دي حاجه. مع اخر ليفل عندي اللي هو الكاستم ايه؟ ليفل اكتيفيتيز، الانشطه اللي انت بتعملها عشان خاطر انت ايه؟ تعزز المنتج بتاعك عند الكاستمرز بتوعك، سواء كان كاستمر سيرفيس، فون بانكس، كاستم اوردرز، بتبتدي تعمل الانشطه دي تسبب تكاليف خاصه بالايه؟ بالكاستمر. يبقى انت اول حاجه بتحدد ايه؟ الايدنتيفاي اكتيفيتيز اند ريسورس كوستس، بعدين تحدد اساين ريسورس كوستس تو اكتيفيتيز. تمام؟ احنا قلنا ان انت حددت، فانا عندي الريسورس ده اساسا السبب في ايه؟ هو التكلفه، هو اللي هو هي هذه الانشطه التي تتحرك، هي هذه الانشطه التي ايه؟ تتحرك، وبالتالي ابدا احدد اوزع كل نشاط تكلفته ايه؟ كل نشاط انا حددته تكلفته معايا ايه؟ اجمالي التكاليف بتاعته، فابدا احمل الانشطه بتكاليفها الاساسيه اللي حصلت مع البولز بتاعتي، ابدا اكون البولز، ولازم يكون عندي حاجه اسمها كوز اند افكت ايه؟ كوز اند افكت ريليشن شيب.
يعني هذا الاكتيفيتي هو السبب في احداث هذه التكلفه، وبالتالي يجب ان يتم تجميع التكلفه في هذا الايه النشاط، هذا الكوزن دي اف. ما ينفعش يكون اكتيفيتي ملوش علاقه بالتكلفه اقول له انت هتشيل فيها، تمام؟ يبقى انا عشان احمل الاكتيفيتيز اللي عندي بالتكلفه لازم يكون اعمل حاجه اسمها كوزن دي افكت ريليشن شيب، تمام؟ بعد كده اخر مرحله عندي اللي هي ايه، اللي هي assign activity costs to cost object. احنا قلنا اخر مرحله ان انت بتعمل اتوزع الهدف من الـ من الـ من الـ من الاكتيفيتي كوست سيستم، ان انت بتوزع تكاليف على المنتجات. اي تكلفه في الدنيا في النهايه تحمل المنتج بتاعنا كوست اوبجكت او الخدمه. طب هنحملها ازاي؟ عن طريق الاكتيفيتي كوست درايفرز. يعني عن طريق الاكتيفيتي كوست درايفرز انت جمعها، حددت هنا لاكتيفيتي الانشطه، تمام، اللي هي في المرحله الثانيه كوست بول. طب هتحملها ازاي على الاوبجكت؟ لازم تجيب الريت اللي هتحمل بيه. يبقى انت هتجيب الريت ازاي؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، اجمالي التكلفه في الكوست بول على عدد الايه، على عدد الدرايفر، على عدد الدرايفرز بتاعنا، على الكوانتيتي اوف ذا درايفر، هاو ميني اورز. انت بتستخدم انهي درايفر في دول؟ يعني مثلا لو انت بتتكلم في درايفر بتاعك الماشين اور، يبقى عدد ساعات الايه تشغيل الاله اجماليها في الايه في الشركه. يبقى انت تجيب الريت، وبعد كده بنجيب استفاد اي منتج من عدد ساعات تشغيل الاله، اضرب عدد ساعات اللي استفاد بها المنتج في استفادته، يطلع في الريت بتاعنا، يطلع الايه اللي احنا عملنا الاساين اكتيفيتي كوست. يبقى كده تحمل تكلفته من هذا الايه، من هذا النشاط، تحمل تكلفته من هذا النشاط، تمام. طيب ايه الفرق ما بين الاكتيفيتي بيست كوستنج والتراديشنال كوستنج؟ احنا النهارده لو جينا نتكلم في الكوست درايفر، فهتلاقي ان الاكتيفيتي بيست كوستنج بيستخدم اكتر من نشاط. انا عندي ممكن استخدم فوليوم زي ما احنا قلنا في حاجه فوليوم بيست درايفرز، وعندي اكتر من مجال، عندي اكتر من مسبب تكلفه خاصه بالكاستمرز، خاصه بالباتش ليفل، خاصه بالبرودكت سستين، خاصه بالفاسيلتي سستين. كل دي تعتبر ايه؟ كنت تعتبر مسببات تكلفه. مش شرط ان انا اتعامل مع عدد ساعات الاله او عدد ساعات او كميه المواد الخام المستخدمه او عدد ساعات العمل، لا، انا عندي اكتر من 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 من, من درايفر. هنا الترديشنال كوستنج قال لك اب تو 3 كوست درايفرز، اونلي فوليوم بيست تشوزن فور بيست جنرال فيت. بتستخدم الفوليوم بيست درايفر وكلها بتبقى ايه؟ جنرال، يعني على مستوى المصنع بالكامل. ما اقدرش ان انا او على مستوى الانشطه بالكامل، ما اقدرش افصل الانشطه بتاعتي. الاوفر هيد اساين تو اكتيفيتيز زين فروم اكتيفيتيز تو برودكت ايه اور سيرفيس. يعني انت الاول الاوفر هيد بتحملها على الاكتيفيتيز، ومن الاكتيفيتيز تاخدها على الايه، على المنتج. انما في التراديشنال على الديبارتمنت، انت بتحمل تقول انا في البرودكشن عندي تكاليف قد كده، في المينتيننس عندي تكاليف قد كده، في التسويق عندك وات ايفر بقى، استثمار مش تسويق، المفروض مش مانوفاكشر اوفر هيد، ولكن بيتوزع، بتحمل بالديبارتمنت، بعدين بتوزع على المنتجات. انما هناك بالاكتيفيتي نفسه. الفوكس اون سولفينج كوستنج اند بروسيسنج ايشوز ذات كروس ديبارتمنت لاينز. هنا الاي بي سي بيشغله على الايه؟ على المشاكل اللي بتتعدى حلول الايه؟ الديبارتمنت. احنا قلنا هنا اكتيفيتيز مالهاش علاقه بالديبارتمنت، الديبارتمنت تلاقيه محصور في تكاليفه بس، لكن هنا بيتكلم في عايز يعالج مشاكل الشركه كايه؟ ككل. الترديشنال فوكس اون اسايننج ريسبونسابيلتي تو ديبارتمنت ايه؟ ديبارتمنتال مانجرز. هنا الترديشنال متعلقه بالريسبونسابيلتي ريبورتنج، ان انت عايز احدد مسؤوليه المدير عن التكاليف فور اندفيدوال كوست اند بروسيس امبروفمنت ويذن ذير ديبارتمنت. احدده هو يبقى مسؤول عن التكلفه وبس، ولازم يعمل عمليه تحسين العمليه داخل الايه؟ داخل المنظمه. ده كده الترديشنال والاي بي سي كوستنج. لو قلنا امتى نستخدم الاي بي سي وفوائده، وفوائد الاي بي سي. ABC reduce distortions found in traditional cost allocation methods that allocate overhead by department. ABC gives managers access to relevant costs they can compete better in the marketplace. بتعالج المشاكل اللي بتحصل في توزيع التكاليف، بتعالج المشاكل اللي ممكن تحصل في عملية توزيع التكاليف بالنسبة للأنظمة العادية. قال لي ان هي allow management to alter product design and activity design and know how overall cost and value are affected. تقدر تشتغل تعدل في تصميم المنتج، تعدل في تصميم العملية البروسيس بتاعك، وتقدر تعمل تقيس تكلفة هذه الايه الانشطة اللي انت بتعملها. ABC normally results in substantially greater unit cost of for low volume products than is reported by traditional ايه برودكت كوست. ان هي هنا النهارده
السبستنشال جريتر يونت كوستس بيتحدد المنتج نفسه. المنتج نفسه انه ممكن يكون عندك منتج انتاجه قليل في الانظمه العاديه التراديشنال بس وبالتالي بيتحمل بتكلفه قليله في حين ان هو مستفيد من الاوفر هيد بشكل قليل. يبقى هو هو ان انت عندك المنتج قليل وبالتالي لما تيجي تحدد لو انت بتستخدم الفوليوم بيز ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل معاك؟ ان انت هتحمل بشكل قليل لان انت بتصدر على عدد ساعات ساعات حجم المنتج او المواد الخام او ساعة. فبالتالي هو حجمه قليل، حجم هذا الانتاج قليل، وبالتالي هتلاقي ان لو انت استخدمت الفوليوم بيز درايفرز هيلاقي قليل فهيتحمل من التكاليف بقيمه قليله منخفضه. في حين ممكن يكون هو احدث تسبب في احداث تكاليف اوفر هيد اكتر من اي منتج تاني. الاكتيفيتي بيزد كوستنج بيعالج هذه المشكله، بيحدد فعلا انت تسببت في هذه التكلفه لازم تتحملها حتى لو انت انتاجك ايه قليل، وبالتالي تقدر تاخد قرار ان المنتج ده غير مجدي استبعده. تقدر تاخد ايه قرار ادروب ايه برودكت لاين. تمام. طبعا احنا يعني المفروض ان احنا بتستخدمها في ايه؟ لما تيجي تستخدم الاي بي سي تستخدمه في بيئه متطوره، في بيئه يعني فيها تنافسيه عاليه جدا، فيها تنافسيه عاليه جدا عشان تقدر تديك كومبيتيتيف ادفانتج، ميزه تنافسيه انت تقدر تنافس. ان انت النهارده لو المنافسين بتوعك ما بيستخدموش او صعب ان هم يستخدموا الاكتيفيتي بيزد كوست، لما تستخدمه هيحدث معاك الفارق، هيؤدي ان انت فعلا تسيطر على تكاليفك بشكل اكثر مور بريسيسلي. هتقدر تاخد قرارات زي ما قلنا، في منتج عندك مسبب لك مشكله وهو ملوش اي قيمه منفعه اقتصاديه خلاص استبعده. ها استبعد هذا الايه هذا المنتج. بنستخدمه لما يبقى فيه تنوع في المنتج، فيه ديفرسايتي عالي جدا في المنتج، في تعقيد في عمليه الانتاجيه. فلما تستخدم هذا النظام يديك تقارير دقيقه. نستخدمه كمان لو انت عندك بتستخدم اكتر من طريقه توزيع مثلا. يعني لو انت النهارده عندك انت بتستخدم الكاستم اوردرز اللي هي بتاخد اوردرات مباشره من العميل، وفي نفس الوقت انت عندك ايه النورمال او الستاندرد دليفري شانلز بتوزع في الاسواق وما الى ذلك. فانت الخلط ما بين دول يقدر لك يعمل ديستورشن في التكاليف. فانت لما تستخدم الاكتيف بيزد كوستنج يقدر يحدد لك الكاستم اوردرز تكلفته كام، وال طريقة توزيع المنتجات الأخرى اللي أنت بتنتجها في الشركة تكلفتها كام. تقدر توزع التكلفة بشكل إيه مناسب. تقدر تستخدمه في الجميع، يعني لا يقتصر الـ ABC على الـ Manufacturing Cost Organizations، لا بتقدر تستخدمه في المستشفيات، في المنشآت الخدمية، كل ده. طب الـ Limitation قال not all overhead costs can be related to particular cost driver and some may need to be arbitrarily إيه allocated especially when the cost of tracing is greater than the benefit. مش كل الاوفر هيد بتاعك تقدر تحدده كوست درايفر. يعني في النهايه انت في بعض الاوفر هيد انت ما نستطيعش ان احنا نعمل له ريليشن او ريليتد تو ذا ايه بارتيكولر كوست درايفر. وبالتالي لما تيجي توزعها بشكل ايه اربيتريلي، يعني اعتباطي كده، ان انت ايه خلاص شكل تقدر تخميني، يعني زي نقدر نقول كده. اي بي سي ريكوير سبستنشال ديفلوبمنت اند مينتيننس تايم ايفن وذ افيلابل ايه سوفت وير. محتاج ان انت تعمل تغييرات وتطوير جوهري، تطوير جوهري في الشركه حتى لو انت عندك السوفت وير، يعني مطلوب ان انت هتبذل مجهود كبير جدا. اي بي شي تشينجز ذا رولز اوف مانجرز. هنا هيبقى في عندك ريزيستنس تشينج، هتلاقي في مقاومه في التغيير. انت النهارده لما تيجي تعمل اي بي سي زي ما احنا قلنا كده، انت مجبر ان انت بقى تبدا تتعامل بشكل دقيق جدا. انت لازم تخلي بالك من انتاجك وتكاليفك. فالنهارده بيغير الرولز بتاع المانجر، تلاقي دايما في حاجه اسمها ريزيستنت تو تشينج، يعني مقاومه للتغيير. وذا توب مانجمنت سبورت مانجرز كود فايند ورك اراوندز. خلاص هتقول لك ايه، لو انت ما فيش دعم من الاداره العليا الكلام ده كله مش لازم، الكلام ده كله ملوش اي لازمه. ABC is if viewed only as accounting initiatives will likely fail. هي مش عملية، مش محاسبة. الـ ABC مش عملية محاسبية فقط، ده إدارة. ده هو نظام إداري في المقام الأول. زي ما احنا قلنا بنستخدمه في عملية البادجت، نعمل البادجت بتاعنا لما نيجي نشتغل بادجت، بنستخدمه في القرارات الإدارية لما تيجي تاخد قرارات إدارية. فما ينفعش تقعد تشتغل على أرقام فقط، لازم تكون دقيق، ولازم تكون يعني الموضوع هنا مبادرة إدارية وليست مبادرات إيه؟ محاسبية. خلي بالك نفس الكلام اللي بنقوله، ان تو ماتش انفورميشن از ايكوال ايه؟ نو انفورميشن.
يعني انت النهارده لو ما عندك معلومات كتير جدا بالظبط اكن ما عندكش ولا معلومه. لان بيحصل عمليه ايه؟ الماس انفورميشن بيعمل عمليه كونفيوزد، بيخليك يعني مش قادر تحدد ايهما اكثر اهميه. فالاي بي سي محتاج حد يكون فاهم جدا مدراء على قدر عالي من الكواليفيكيشنز عشان يقدر يحدد ايه هي في حجم البيانات الكتير قوي دي، ايه هي البيانات اللي انا محتاجها، ايه هي طريقه التوزيع الصحيحه للتكاليف. تمام. اخر نقطه ان انا عندي الاي بي سي، طبعا الاي بي سي هو اساسا كونفورم از نوت كونفورم وذ ايه جنرال اكسبتد اكونت برنسيبل. الاي بي سي نظام تحت توزيع تكاليف داخلي انترنال. فلما تيجي تطلع تقاريرك الماليه بتاع الاي بي سي انت محتاج تعمل ايه؟ تطلع التقارير الماليه اللي هي تتطابق مع جنرال اكسبتد اكونت برنسيبل. ونتيجه لذلك ممكن يحصل كونفيوجن ما بين القارئ الفاينانشال ستيتمنتس اللي هيبقى هيصطدم او هيلاقي ان في قوائم ماليه طبقا للانترنال ريبورتنج اللي هي الاي بي سي سيستم، وقوائم ماليه طبقا للاكسترنال ريبورتنج اللي بتعتمد على الجنرال اكسبتد اكاونتنج برنسيبلز. بعد كده ننتقل لنظام تاني برضه في نظام التكاليف عندنا اسمه لايف كوستنج، اللايف سايكل كوستنج. اللايف سايكل كوستنج بيتعامل مع تكلفه المنتج كايه؟ بياخد المنتج من بدايه ما يقول يا نفكر في العمليات الانتاجيه لحد ما يتم البيع. دي معناها كده اللايف سايكل كوستنج يبدا من مرحله ان احنا مجرد بس هنبدا نعمل ابحاث عن المنتج بتاعنا لحد ما المنتج يتباع. فانا عندي 3 فيسز في الخاص باللايف سايكل كوست. اول حاجه الابستريم كوستس، الفيز الاولاني بتاعنا الابستريم كوستس اللي هي من مرحله مرحله ان البحث والتصميم والاختبار والبروتوتايبس والانجينير كل دي اللي هي مرحله التي تسبق المانوفاكشرنج، اللي هي مرحله البدايه قبل التصنيع. قبل ما ناخد قرار التصنيع بنبدا مرحله نعمل عمليه ريسيرش اند ديفلوبمنت، نعمل بروتوتايبس نماذج ونتدرب عليها، نعمل ديزاينز، نعمل تيستنج، كلها اسمها الابستريم كوستس. خلاص دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عند المانوفاكشرنج هي عمليه التصنيع نفسه، تكاليف التصنيع نفسها، ودي اللي هي انفولفد ان برودوسنج برودكت سيرفيس تاتش اس بورشيسنج اند دايركت ماتيريالز اللي هي التصنيع، مصاريف التصنيع العاديه. بعد كده عندنا الداون ستريم بعد ما نخلص المانوفاكشرنج، هي تكاليف بتكون مع سبسيكوينت او كونسيدنت ويز، اما انها تكون ثاني مرحله المانوفاكشرنج او بتتزامن مع مرحله الايه؟ المانوفاكشرنج كوست، وهي مرحله بقى الماركتنج distributions and backing shipping and handling the promotions and advertising service costs and warranty costs defect calls return and liability. كل دي خاصه بالداون ستريم. مرحلتنا بعد عمليه التصنيع تبدا تعمل توزيع المنتج، تبدا تعمل تسويق، تبدا تعمل له تشيبنج وديستريبيوشنز، تبدا تعمل له عندك مصاريف خدمه ورانتي ضمان، عندك سيرفيس كوست، عندك كل دي تعتبر تكاليف ما بعد الايه؟ ما بعد التصنيع سميها الداون ستريم. انا عندي 3 فيسز. لو انت هتعمل منتج يعني هياخد فتره طويله من الاجل، يبقى انت عندك متقسم التكاليف ل 3 فيسز. داون ستريم اول حاجه، اب ستريم. اب ستريم يعني في اتجاهك الى المانوفاكشرنج كوست. تمام، طالع لفوق، اب ستريم طالع الى المانوفاكشرنج كوست. المانوفاكشرنج كوست مرحله التصنيع، والداون ستريم انت خلصت المانوفاكشرنج ونازل لتحت. داون ستريم نفهمها كده. من داون ستريم قلنا انها اما تكون سبسيكوينت او كونسيدنت ويز المانوفاكشرنج كوست. الفكره هنا في اللايف سايكل كوستنج ايه؟ انك تشتغل على الثلاث ايه؟ الثري فيسز. لازم يكون عندك النهارده بتعمل بتحاول تطور الثري فيسز بتوعك اللي هم دول. ليه بقى؟ قال امبروفنج برودكت ديزاين از كي تو ذا ابستريم فيس، هو المرحله بتاعت الابستريم فيس. تصمم لي، تعمل لي منتج كويس، وبالتالي هتخفض لي التكاليف. هيبقى انت منتج كويس معناته انت هتخفض لي التكاليف اللي في المرحله الاخيره. مرحله يبقى انت اول حاجه تطور منتج، تطور منتج كويس في البرودكت ايه؟ في الابستريم فيز. المانوفاكشرنج تشتغل بشكل كويس جدا البروسيس بتاعك، ريليشن شيب مع السبلايرز، تقلل تكاليف التصنيع، البروسيس تبقى كويسه، عامل بروسيس كويس، دارس البروسيس بشكل رائع، اللايف السايكل تايم والفلو بتاع البروسيس ماشي بشكل سليم، بتخفض تكاليفك، قادر تخفض تكاليفك بما لا يعني يؤدي الى ان المنتج يؤثر على جوده المنتج، وعامل حاجه اسمها جود ريليشن شيب وذ سبلايرز عشان تقدر تحصل على منتجاتك بشكل في الوقت المناسب. وطبعا في بعض الايه؟ انظمه المخزون اللي هي اسمها جاست ان تايم بروسيس، جاست ان تايم سيستمز، ان انت تجيب المنتجات على التصنيع، انت بتقلل تكلفه الايه؟ التخزين كمان. يبقى دي المرحله بتاع المانيفاكشرنج كوست.
المرحله الاخيره اللي هي الداون ستريم اللي هي امبروفنج ذا فيرست. انت لو انت ظبطت الاثنين اللايف سايكل كوستنج وما فيش الكوست هتخفض التكلفه بتاعت الايه الداون ستريم فيس. قال لي معناها هنا ان لازم يكون المونت المدراء ها مهم جدا يكونوا ايه برو اكتف ان ذا فيرست ان ايرلي فيسز. راجل راجل مبادر مدير فعال مدير راجل عنده افكار رياديه ها انيشيتيفز راجل كده مدير مش عادي يعني مش راجل بيأدي خطوات مش ماشي على ستيبس لا يكون راجل برو اكتف ان ذا ايرلي فيسز سو دي دونت هاف تو بي رياكتيف. مش انت عشان لو انت هتستنى بقى يعني ان انت المرحله الاولى والثانيه بتبوظ منك هتيجي تلاقي نفسك في الاخر عمال تصلح وتصرف في الصيانه والمرحله الاخيره هتلاقي نفسك رياكتيف راجل بتشتغل على رد الفعل لست فاعل بل رد بتتعامل مع ردود الافعال. لازم تكون فاعل اذا اردت ان تنجح فعليك ان تكون مديرا فاعلا مؤثرا. يبقى تكون مانجرز برو اكتف ان ذا ايرور فيسز سو زي دونت هاف تو بي رياكتيف بي ليتر. نوع تاني معانا في انظمه التكاليف الاوبريشن كوستنج. الاوبريشن كوستنج وده نوع نظام بيدمج بياخد البروسيس كوستنج والجوب كوستنج ويحطهم مع بعض بيدمج ما بين الايه الجوب كوستنج والبروسيس كوستنج. طب ليه؟ قال لي هنا اهوت سيميلر تو جوب كوستنج اوبريشن كوستنج اساين دايركت ماتيريال تو ايتش جوب اور باتش بات دايركت ليبر اند اوفر هيد كونفرجن كوست ار اساين سيميلارلي تو بروسيس كوست. احنا لو احنا يعني ركزنا شويه مع البروسيس كوست هنلاقي معظم شغلها بيكون على الكونفرجن كوست. بعض المصانع او الشركات بيكون فيها بتنتج اكتر من منتج. منتج منهم معروف تكلفته يعني كل منتج بينتج في ديبارتمنت لوحده فخلاص تكلفته دي الماتيريال بتاعه معروفه فخلاص بستخدم الجوب كوستنج اقدر احدد الجوب كوستنج بتاعي. لكن الكونفرجن يخص يدخل عمليه تحصل عمليه ايه تصميم تعديل في شكل المنتج اضافه على المنتج تحصل في ايه في الديبارتمنت اللي ممكن تاخد اكتر من منتج ممكن تاخد معايا اكتر من ايه من منتج وبالتالي يبقى انا هستخدم فيه المواد الخام الدايركت ماتيريال الايه الجوب كوست البسيطه. ما انا عارف المنتج ده المواد الخام بتاعته اهي خلاص الموضوع ده كده انتهى. لما اجي بقى اخش في الكونفرجن و الدايركت ماتيريال والاوفر هيد او الكونفرجن كوستس بقى اشتغل على الايه اشتغل على البروسيس كوست تمام. This hybrid system is most suitable for manufacturers that have similar processes for high volume activities but that need to use different materials for different jobs. يبقى انت عندك في عندك الهاي في similar processes في الهاي فوليوم activities في نفس العمليات في الهاي في النهايه خالص في الهاي على جزء كبير من الانشطه ولكن الدايركت ماتيريال معروفه كل واحد له الدايركت ماتيريال بتاعه. Clothing manufacturers, for example, have standard operations, choosing patterns. يبقى انت عندك هنا نفس الـ 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 يعني اللي ينطبق عليه الاوبريشن كوستنج ينطبق على مصانع الملابس. ان انت عندك choosing patterns, cutting and sewing, but the fabrics and vary are used vary by item, size, color and price, among other factors, other industries that are suitable for operation clothing costing include textile, metalworking, furniture, shoes and electronic equipment. كل دي بتستخدم انت عندك هتلاقي انها مختلفة فيها standard operations يعني عمليات ثابتة في البتر الكاتنج السوينج دي كلها ايه عمليات بتدخل فيها كلها ايه كل يعني انت النهارده لو انت عندك اكتر بتنتج اكتر من في الملابس تنتج مثلا ملابس رجالي ملابس حريمي ملابس اطفال كلها بتدخل في الكاتنج عمليه القص والتصميم والتطريز كل ده بيدخل صح. لكن كل واحد من دول ليه مواد مختلفه ليه السايز بتاعه ليه الكلر بتاعه اوكي وبالتالي البرايس بتاعه حلو. يبقى انت النهارده لما تيجي تستخدم بقى هنستخدم ايه المواد هنستخدم فيها الايه هنستخدم فيها الجوب كوستنج وبالنسبه للعمليات اللي هي البروسيسز الثانيه القاتم والسيوز والكوستنج كل الحاجات دي هنستخدم فيها الايه البروسيس كوستنج. نشوف مثال اميتال وركينج كومباني شركه تصنيع معدني بتعمل ايه بروديوس هاند دريل درابزينات ذات ار ايذر انفينيشد فور بينتينج اور كروم بليتد. ما انا لسه ما دهنتش لم يتم دهنها او انها تم دهنها في الايه بالكروم او اللي هو الايه النيكل تمام. طيب
The company has one department create all of the meter rails and then transfer some to the chrome plating gate department. If I find department, you tend to call اللي بتعمل كل الدرابزنات سواء كان unfinished او انها كروم بليتد وبعدين بتتحول للايه للكروم بليتنج ديبارتمنت. تمام تمام حلو كده. assume that the company produced 1000 unfinished rails and 500 chrome rails during the month. يبقى انا عندي 1000 unfinished و 500 كروم. And that it had no beginning or any inventory for the month. Operation costing tracks direct material by job and tracks conversion costs direct labor and overhead by department. يبقى انا عندي هنا الاوبريشن كوست هتعمل ايه؟ الماتيريال بالجوب والليبر والكونفرجن هتبقى ب او الاوفرهيد هتبقى بالديبارتمنت. طب نشوف كده هو الراجل عاملها ازاي؟ قال لو انا جيت النهارده عملت التوتال كوست كالكوليشنز هلاقي ان انا عندي الدايركت ماتيريال كلها 30000 بس معروفه راحه فين؟ راحه 15000 على الانفينشد ريلز تمام و10000 على الكروم ايه ريلز على الكروم ريلز. يبقى كده واضح معايا عفوا احنا عندنا هنا الجوب 1 الانفينشد ريلز قال لي 30000 دولار للجوب 1. طب الجوب 2 دي الجوب اهي بالنسبه للدارك ماتيريال قال انا عندي فيها ايه في الجوب 2 ماتيريالز فور ريلز ان ميتال ديبارتمنت 15000 وكروم بليتنج اديد تو ريلز كروم ديبارتمنت 10000. يبقى انت عندك هنا بالنسبه للانفينشد هي الماتيريال بس اللي هي الايه الماتيريال اللي اتضافت انما في الكروم عندنا جزئين في التكاليف في ماتيريال وفي كروم جبناه والنهايه الاثنين عاملين كام 15 و10 25 بالنسبه للجوب 2 وعن طريق الجوب كوستنج وزعناهم. الكونفرجن بقى قال انا عندي الميتر ديبارتمنت في عندي اثنين ديبارتمنت الميتر ديبارتمنت 45000 وكروم ديبارتمنت كام 10000. يبقى انا عندي التوتال كونفرجن كوست 55 دي التكاليف الكليه. انا عايز النهارده بقى اعرف تكلفه دي كام تكلفه المنتج كام لكل صنف من الصنف. مش احنا الهدف نعرف تكلفه المنتج عشان نسعر بشكل سليم عشان نعمل ميزه تنافسيه. طيب قال لي الاول بالنسبه للدايركت ماتيريال معروفه 30000 على 30000 على 1000 يبقى كده 30 دولار للايه لليونت الواحده في الايه في الدايركت ماتيريال بالنسبه للجوب 1. طب بالنسبه للجوب 2 قال لي عندك 15000. نشوف الكلام نشوف هنا نجيب هنا ادي الدايركت ماتيريال عندي انفينشد وعندي كروم. هنا الجوب 1 30000 ماتيريال بتاعه خلاص 30000 على 1000 30 وهنا 25000 على كام على 500. الجوب 2 هي خاصه بالايه بالكروم ريلز يبقى 25 على 500 يبقى 50 بالنسبه للايه للريل الواحد. حلو الكونفرجن قال لي 25 25000 دي خاصه بايه 45 خاصه بايه خاصه بالاثنين خاصه بالاثنين. يبقى ال 45000 دي هتوزع على كام على 1500 لان الميتر الاثنين دخلوا في الميتر انما في واحده فيهم بعد كده دخلت على الكروم والثانيه لسه انفينشد مش هت ما دهنتش ولا هي تبقى كده ما بدون بليتد يعني ان بينتد. تمام يبقى انا عندي ال 45500 يبقى كل واحد فيهم ب 30 في ال 1500 وعندي الكونفرجن الخاصه بالكروم دي بس في الكروم ال 10000 على كام على 500 يبقى 20. يبقى انت لو جيت جمعت التكاليف الانفينشد ريلز هتلاقي تكلفه الريل الواحد 60 دولار و بالنسبه للكروم ريلز فات الريل الواحد قيمته 100 دولار. تمام تعال نجمع هو قال لي ايه قال لي احنا عندنا 1000 انفينشد ريلز اجمع كده هتبقى 60 في 60 دولار في 1000 وحده في ريلز يبقى 60000 دولار وهنا 100 في 500 ب 50 لو جمعهم الاثنين يبقى 110000 دولار هي نفس الايه نفس التوتال كوستس اللي احنا جبناها في التكاليف الايه الكليه. تمام ده كده بالنسبه للاوبريشن كوست بتجمع ما بين الجوب كوستنج والبروسيس كوستنج تجمع بين الجوب كوستنج والبروسيس كوستنج. اخر نظام تكاليف معايا النهارده هو اسمه البلاك الباك الباك فلاش كوستنج. الباك فلاش كوستنج من الاخر هو نظام يتم التعامل به في الشركات اللي بتستخدم جاست ان سيستم في الانفنتوري اللي هو المخزون الصفري. النظام ده فائدته ان هو بيقومت يلغي بعض حسابات الايه؟ احنا عارفين الكوست فلو بتاعنا بيمشي ازاي؟ قلنا دايركت ماتيريال
بعدين work in process بعدين finish the goods بعدين ايه بعدين cost of goods sold اداك ماتيريال تاخد يعني سواء كان المرحله هنا المرحله الايه الدي ام والدي ال والاوفرهيد لكن بنتكلم في الدي ام خلينا نركز على الدي ام هنا النظام ده بيركز على الدي ام فقال لي ان هو بيلغي الورك بروسيس بيحاول ياخد مهمته ان هو يحاول يقلل الورك بروسيس اللي في الشركه بحيث ان انت ايه تاخد الدايركت على طول يدخل في المرحله الانتاجيه يطلع من المرحله الانتاجيه المفروض يحصل فيه ها يتباع فهو بيحاول يلغي بعض القيود المحاسبيه او بعض الخطوات في المعالجه المحاسبيه المخزونه وبالتالي مش بس المعالجه المحاسبيه على الدفاتر ده كمان في الواقع يعني المفروض ان انت النهارده تيجي الدايركت ماتيريال عشان تدخل في الانتاج يبقى انت ما عندكش كمان دايركت ماتيريال تمام والمفروض انت ما عندكش دايركت ماتيريال ما عندكش ورك بروسيس لما المنتجات المفروض ان انت بتنتج فالمنتج يطلع على طول يتباع بيحاول ان هو يخفض زي ما قلنا يخفض في خطوات عمليه التخزين as a result organization using just in time production have very little inventory making the choice of inventory valuation methods FIFO or weighted average and the inventory costing methods absorption a costing or variable costing irrelevant because the costs flow directly to the cost of goods sold during a company. يبقى النهارده ما عنديش انا مش محتاج استخدم لا FIFO ولا LIFO ولا average لان انا ما عنديش inventory اساسا المفروض ان انا النهارده تبقى للباك فلاش كوستنج دي انا ما يبقاش عندي inventory نهائيا لا direct material ولا حتى finished goods الحاجه تطلع على cost of goods sold اوكي طبعا دي منظومه وقصه عشان تتعامل بيها محتاج اولا درجه عاليه جدا من الكفاءه ودرجه عاليه جدا من جمع المعلومات ان انت عندك مثلا الاوردرز بتاعتك متفق مع الكاستمرز انك هتبيع والسبلاير هيجيب لك البضاعه تدخل على طول في العمليه الانتاجيه تطلع تتباع وانت لا عندك انفنتوري ولا عندك ورك بروسيس Backflash costing contrasts with traditional costing systems that use sequential tracking to record purchase and the movement of cost between inventories and accounts in order to which in which they occur. يعني أنا عندي السيكونشال عندي عبارة عن إيه؟ أهو four stages. أول حاجة الدايركت ماتيريال. بعدين البرودكشن اللي هي الورك بروسيس. بعدين الفينشد جودز. بعدين الكوست أوف جود سولد. هو بيحاول يلغي هذه المراحل. The journal entries made to each stage are called trigger points. انت النهارده تجيب الماتيريال بتعمل من حساب ها المخزون الى حساب الايه؟ الى حساب الكاش او البنك. اوكي؟ From inventory to cash. مخزون دايركت ماتيريال. حلو؟ بعد كده بعت دخلت عمليه التشغيليه قلنا بيبقى بنحول من الدايركت ماتيريال يبقى من الورك بروسيس للدايركت ماتيريال بيتقلل الدايركت ماتيريال. بعدين خلصت من الورك بروسيس من الفينشد جودز للورك بروسيس. بتقلل الورك بروسيس وتزود الفينشد جودز. بيعت يبقى من الكوست اوف جود سولد للفينشد جودز اوكي دي التسلسل كل قيد من دول اسمه تريجر بوينت اللي هو النقطه اللي ايه اللي بتقودك للمرحله اللي بعدها باك فلاش كوستنج اوميت سام اور اول اوف ذا جورنال انتريز فور ذا برودكشن سايكل وين ذا جورنال انتريز ار اوميتد فروم سيرتن ستيجز اوف ذا سايكل نورمال اند اور ستاندرد كوستس ار يوزد تو ورك باكورد اند فلاش اوت ذا كوستس اند ذن ميك ذا ريكوايرد جورنال انتري فور ذا ميسنج سيل انت النهارده ما عملتش القيود دي طيب احنا النهارده ايه قال لك لما تقومت دي انت بتحاول يعني بتحاول تستخدم نظام كمبيوتر يحاول يعرفك الايه القيود دي ماشيه ازاي او انت تتبع القيود مش على الورق مش على الورق ولا في الواقع المفروض ان كمان في الواقع انت ما فيش حاجه زي ما قلنا ما فيش دايركت ماتيريال وما فيش ورك بروسيس العمليه كلها بتنتج تبيع باك فلاش كوستنج سكيبس جورنال اوف انتري فور انتري For work and process inventory because just-in-time systems reduce the time that materials remain in the stage. ماشي. The use of backflash costing may not be in strict accordance with generally accepted accounting principles because backflash costing entries ignore work and process inventory which still exists and should be recorded and as an asset. طبعا الجنرال اكاونت برنسبلز بيحتم ان انت تعترف بكل ممتلكات الشركه والتزاماتها. فالنهارده الورك بروسيس انت النهارده في عمليه تصنيعيه استنى الماليه قفلت عليك وانت لسه في بضاعه في الايه في عمليه التصنيع الجنرال اكسبتد اكونت برنسبل حتى انك تعترف بقى كاصل من اصول الايه الشركه ده اصل شغال انفنتوري اوكي حتى لو هو ورك بروسيس بس هو يعتبر اصل من اصول الايه الشركه بنسبه اكتمال زي ما قلنا فبالتالي يبقى هو ده غير كونفيرمد ويز ايه جنرال اكونت برنسبلز هاوفر ميني كومبانيز جاستيفايز ذا يوز اوف باك فلاش كوستنج بيكوز under just in time production such items are immaterial تحت الجاست ان تايم قال لك الورك بروسيس ما بيكونش كتير
لان انت زي ما قلنا بتجيب الاوردر تبيع، بتجيب الاوردر تاخد قرار بالايه بالبيع، فانت بتصنع والمنتج على طول متباع، ما بيقعدش في المخزون، ما بيقعدش في المخازن عندك. والانتري ار ماتيريال، من زي ار ماتيريال زيس ان ريكورد كوزز نيدد تو بي ابروكسيميتد اند ادجاستنج انتري ميد. بنعمل لو الموضوع مهم فممكن نعمل قيد تقريبي، نحدد القيمه اللي موجوده في الورك بروسيس بشكل ايه تقريبي. باك فلاش كوست كان سيف ا كومباني ماني اون اكاونتنج، بات سام كريتكس فايند ذا ليك اوف كلير اوديت تريل تو بي ريسك بيكوز ذا ات ليميتس ذا ابيليتي تو بين بوينت ريسورسز ات ايتش ستيج اوف ذا مانيفاكتشرنج بروسيس. هي احنا قلنا بتوفر فلوس الشركه، بتحافظ على اموال الشركه، بتقلل العمليه المحاسبيه والشغل المحاسبي، ومش بس محاسبيا قلنا حتى في الفيزيكال. بس خلي بالك ان في بعض الانتقادات ان انت النهارده لما تيجي تعمل اوديت تريل بتاعت تعمل نظام مراجعه للشركه هيكون معانا في ريسك ان انت ما تقدرش تحصل على كامل كافه الايه البيانات بتاعتك، وما تقدرش تحدد الريسورسز بتاع الشركه في كل مرحله من مراحل الايه العمليه الايه التصنيعيه. تمام. Many inventories are so low under just-in-time production. However, the managers can track operations by simple observation and computer monitoring. إيه قدر نقدر نتبع، يعني مش لازم هو هنا بيفترض إن مش لازم، أنت مش محتاج إن أنت تعمل قيود لكل مرحلة، أنت تقدر تستخدم كمبيوتر أو تعمل observation عشان تقدر تتبع حركة المخزون بتاعك والresources بتاعتك في الشركة. Companies that use just-in-time production systems are prime candidates for using backflash costing, but any industry that has fast manufacturing lead time and or very stable inventory levels can use backflash costing. النهارده هي مخصص لجاست ان تايم backflash زي ما احنا قلنا، ولكن لو انت عندك lead time، lead time اللي هو ايه؟ من اول ما تاخد الاوردر لحد ما تسلم، فاست، عندك فاست lead time، سريع جدا، تاخد الاوردر تصنع تبيع، تاخد تصنع تبيع، وبالتالي ما فيش عندك كميه، فيش مخزون كبير، تقدر تستخدم الايه؟ backflash costing. احنا كده خلصنا التوبيك، يعني اتمنى ان شاء الله تكون حققتوا الاستفاده، واشوفكم على خير المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.